السلام عليكم الزملاء الأعزاء، مع حضراتكم مهندسة هايدي وليد. أهلا وسهلا بكم في ويبنار اليوم بعنوان تحليل مصادر الطاقة العالمية وتقنيات معالجة المياه الراجعة من عمليات التحلية، أو Global Energy Analysis and Brine Treatment Technologies. بنرحب بالمحاضر الدكتور المهندس الاستشاري أحمد الزيات، وهو الرئيس التنفيذي للمجموعة الهندسية والبيئية ومدير تطوير بحوث المياه للمركز الإقليمي للشرق الأوسط RCWP، وأيضا استشاري معتمد. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا باشمهندس هايدي. أهلا بسم الله بحضرتك. الرحمن الرحيم، نبدأ إن شاء الله. تمام، بسم بس الله حابين الرحمن الأول نقدم الشكر للمهندس محمد خليفة، مؤسس منتدى وأكاديمية خبراء تكنولوجيا المياه، وكذلك مؤسس منصة أكوا إنرجي إكسبو، المعرض الافتراضي لشركات ومنتجات المياه والطاقة والجهة المنظمة للويبنار. بنأكد على حضراتكم ضرورة كتابة الاسم الثلاثي باللغة الإنجليزية والإيميل في الشات للحصول على شهادة حضور. اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي الكريم سيدنا محمد الذي علم المتعلمين والمعلمين وخاتم الرسل والنبيين. وقل رب زدني علما وما توفيقي إلا بالله. بإذن الله تعالى، يعني خلال السويعات القادمة سوف نستعرض معا أكثر من يعني 50 تقرير تم إصدارهم خلال عام 2024 من مصادر متعددة، من أهمها برنامج الطاقة الخاص بـ United Nations، وأيضا الجامعات زي جامعة إكسفورد وجامعة ماساتشوستس، وأيضا بريتش بتروليوم أحد يعني الشركات الرائدة التي تقوم بعملية الانرجي اناليسيس، وبعض المصادر العلمية والجهات الأكاديمية. من خلال هذا الويبينار سوف نربط بين مثلث الانرجي والووتر والانفايرومنت، انرجي ووتر انفايرومنت، يعني EWE. المثلث ده يعني لكي نكون يعني منصفين في تقييم المصادر الطاقة واستهلاكات الطاقة العالمية، وأيضا المعدلات الخاصة بالتلوث التي تنتج عن استهلاك الطاقة، مع أيضا ما يسمى بالإنرجي بوليوشن أو ما يؤثر في الجلوبال ووتر وورمينج والكلايمت تشينج. فلازم نربط مع بعض التغيير اللي بيحدث في العالم منذ أكثر من 50 عاما مع استهلاكات مصادر الطاقة المختلفة، وأيضا التأثير المناخي، وأيضا موضوع ما يسمى بالطاقة الخضراء أو الجرين إنرجي، أو ما يتبعه في تخصص تحلية المياه اللي هو الجرين ديسالينيشن. نبدأ بآية من سورة الأنبياء. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أيضا ننتهز فرصة يعني ذكرى الـ51 من انتصار أكتوبر المجيد، وهو له علاقة بالمياه، لأن صناع حرب أكتوبر بدأت من سلاح المهندسين وعملية عبور المانع المائي واستخدام المضخات الهاي بريشر بامبس من ضخ قناة السويس وإزالة المانع المائي لخط بارليف. وطبعا نهدي أجر وثواب هذا الويبينار إلى شهداء حرب أكتوبر المجيدة، وأيضا نخص بالذكر The Crossing Maker، الفريق سعد الدين الشاذلي رحمة الله عليه، ورفعه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيق. طبعا الله قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في كتاب الكريم: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده،
وعلى الله فليتوكل المؤمن. الحقيقة يعني من ضمن التجارب الواحد استفاد منها خلال 40 عام الماضي، اللي هو تجارب استخدام المياه في عملية الانرجي ديسيبيشن وما يسمى بالبلوك ديسانتجريشن. الانرجي ديسيبيشن تم استخدامه، وطبعا احنا في التحلية موضوع الانرجي ده يعتبر اهم شيء في عملية الديسالينيشن او الووتر تريتمنت، وطبعا ما يسمى بالبلوك ديسانتجريشن اللي هو طبعا ممكن يكون مماثل للسيميوليشن للووتر انتيكس اللي موجودة على البحر الأحمر أو على البحر المتوسط أو حتى على الخليج العربي للساحل الشرقي لدول الخليج. طبعا كما ذكرنا لابد من طبعا ممكن نرسل لكم التقارير، إن تم إعداد هذا الحقيقة الويبينار لمدة أكثر من شهر بغرض مواكبة كوب 29. كوب 29 إن شاء الله يتم عقده شهر من الآن، وتم اختيار اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى 11 أكتوبر الذي يعني هو اليوم الخامس من معركة الستة أيام للسادس من أكتوبر التي صمد فيها الجيش المصري، وأيضا تزامنا مع شهر نوفمبر 11 نوفمبر سوف يعقد كوب 29 في أذربيجان. طبعا موضوع التجهيز موضوع الكوب 29، طبعا كلمة كوب اللي هي countries of the parties، الحقيقة countries of the parties اللي تم عقده في مصر في شرم الشيخ وكان 27 دوت تم عقده في مصر، وأيضا عقد في الإمارات العربية المتحدة وكان كوب 28. طبعا هناك ما يسمى بالانفيرومنتال بروجرام، الحقيقه يعني اشتغلنا في بعض التاسكات معهم اللي هو اليو ان انفيرومنت بروجرام، وما نشا عن ما يسمى بالانفيرومنتال بروتكشن ايجنسي، طبعا دي غير اليونايتد نيشنز، دي تخص الولايات المتحده فقط اللي هي وكاله حمايه البيئه الامريكيه، عندها تقارير مهمه جدا. طبعا ال WHO World Health Organization وما يسمى بالاي بي سي سي، مهم قوي ان احنا نقرا موضوع الطاقه ونعرف ايه مدى تاثير الطاقه في عمليه معالجه المياه. الاي بي سي سي اللي هو الانتر جوفرمنتال بانل اون كلايمت تشينج، وده له علاقه، بعض الناس يقول لك ايه علاقه الكلايمت مع الانرجي مع الجلوبال وورمنج، طبعا كل ده مثلث زي ما قلنا تراينجل، ده بنقول انرجي ومع الانفايرومنت مع الووتر. وطبعا اتفاقيه باريس، لازم نعرف اتفاقيه باريس ده كان مؤتمر الكوب 21 على 2015، لازم نفهم الحاجه دي لسبب، عشان المهندس القائم باعمال التخطيط لمحطات التحليه يجب يكون عنده درايه تامه عن قوانين البيئه والمحددات. وحاليا الحقيقه البيئه يعني في مصر نشطة جدا وفي منطقة الخليج، وتواكب الترند العالمي بتخفيض الانبعاثات الكربونية، سوف نشوف مع بعض. طبعا ان شاء الله محتويات هذا الويبينار يعني هتكون نبدأ فيها بالكلايمت تشينج، وده مهم قوي. طبعا الكلايمت تشينج هناخد التو اكسس او محور الاول اللي هو الجلوبال وورمينج بروتكشن سوري بوتنشال، يعني ما هي يعني المصادر التي تسبب في ارتفاع درجات الحراره، لان احنا وصلنا بالوقت ما يقارب 1.6 وده عاليه جدا، واحتمال توصل 2 درجه في التغير المناخي، ولاحظناه عام 2024 والعلماء قالوا ان دي يعني يعني عام 2024 اعلى درجه حراره وصلت ليها الارض. طبعا موضوع الاو دي اس او ما يسمى بالاوزون ديبليشن سبستانس او ايه هي المركبات اللي تؤثر عليها، كل ده ليه علاقه يا جماعه بالديسالينيشن على فكره. الجلوبال انرجي ديماند، استهلاكات الطاقه العالميه ومتطلبات الطاقه للانشطه الصناعيه كوميرشال واندستريال. الكربون دايوكسيد ايميشنز، طبعا في طبعا جي اتش جي او ما يسمى بالجرين هاوس جازس هنعرفها، زي مثلا الميثين سي اتش 4 او النيترونز اللي هو من عوادم السيارات ال NO2
مصيبه ده كبيره جدا. وطبعا الووتر فيبر وسي اف اللي هي الكلورو فلورو كاربون سي اف سي. مفهوم النت زيرو ومفهوم الرينيوبل هيدروجين، لان كل الناس عماله تتسرع على موضوع الرينيوبل هيدروجين وبتتكلم عنه ولكن بدون دراسه عميقه فيه، وموضوع اللو كاربون. وبعدين من خلال الاربع محاور دي هنخش في المحور الخامس اللي هو ما هي متطلبات الطاقه لعمليات تحليه المياه، اللي هو صميم التخصص الخاص بمنصه الاكوا انرجي. ونتكلم على البراين تكنولوجي. وقبل ما نتكلم الحقيقه عن براين تكنولوجي لازم نمر مر يعني بدقه عن زي ال دي او زيرو ليكويد ديسشارج او المينيمال. طبعا المينيمال اللي هو يقصد المينيمال ان هو الادنى ليكويد ديسشارج. وموضوع الويست تو انرجي انتشر جدا، اللي هو تحويل الويست للبايوميثينيشن وانتاج البايوغاز، ومدى تاثير الميثان الحقيقه على الجلوبال وورمنج. يعني الميثان اضعاف السي اتش 4 اضعاف اضعاف، يعني لو قلنا الكربون 1 السي اتش 4 ممكن يوصل 80. يعني الميثان يؤثر في التغيير الجلوبال وورمنج بوتنشال ما يقارب من 80 مره مقارنه بالكربون دايكسايد. طبعا واخيرا هنتكلم عن سبيسيفيك انرجي الخاصه بالبرايم تريتمنت تكنولوجيز، يعني استهلاكات الطاقه لمعالجه مياه الربيع. طبعا الكلايمت تشينج لابد ان احنا نمر عليه مر يعني عشان نفهم هو مدخل الحقيقي للطاقه. يعني استهلاك الطاقه له علاقه بالكلايمت تشينج وما يسمى بالناشونالي ديترمايند كونتريبيوشنز ال NDC واتفاقيه باريس 2015 اللي هي كانت كوب 21، وطبعا باريس كلايمت اجريمنت ما نتج عنها في هذا الكونفرنس اللي هو طبعا كان يعتبر البلاتفورم للدول اللي تم الاتفاق على الحد من التغيير المناخي او الكلايمت تشينج ادابتيشن. لان الحقيقه الكلايمت تشينج الارض بتمر بمرحله يعني، وده يدل على نهايه الارض الحقيقه، وانبعاثات الكربون وارتفاعات درجه الحراره وايضا التغيرات المناخيه التي شمت ارتفاع سطح المياه. وده اللي يهمنا، ده اللي يهم احنا كباحثين في مجال الاكوا انرجي، ان ارتفاع منسوب المياه الان ونسبه اليابس تم انخفاض عن النسبه اللي كان موجوده منذ اكثر من 100 عام. ايضا لازم نعرف يعني طيب اول حاجه طبعا نشات في موضوع مؤتمر الارض كان في البرازيل، وده اللي خلاني الحقيقه دخلت من هندسه. يعني كنت انا في مجال الاستراكشرال انجينيرنج وكنت بخدم في القوات المسلحه، وبعدين يعني دخلت في الانفايرمنت سنه 92. ايه السبب؟ ان موضوع الاوزون هول قعدت يعني اقرا فيه، شدني الموضوع في الانفايرومنتال انجينيرنج او الهندسه البيئيه. والحقيقه حولت هذا المسار لان انت تدرس علوم البيئه عشان تكمل بيها التطبيقات الهندسيه. طبعا مؤتمر ريو دي جانيرو 92، مؤتمر الارض من او قمه الارض، من اكبر المؤتمرات اللي هي مدرسه ان انت تتعلم فيها موضوع الكلايمت تشينج. ايضا تاثير ان درجات الحراره خلال 40 سنه وارتفاع معدل درجه حراره الارض ما يقارب يعني درجه ونص، او يعني حسب تقارير يعني مثلا في مصادر موثوقه منها زي غير اليو ان الحقيقه انفيرومنتال بروجرام ناسا، يعني ناسا برضو بتدي بعض التقارير ان هي 1.6. فالكلايمت تشينج يعتبر تاثير مباشر على الاستخدامات والانشطه الاقتصاديه والتجاريه والصناعيه. زي ما احنا شايفين يعني خلال 23 سنه التاثير اللي حصل في الجلوبال وورمنج خلال 30 سنه كان سريع جدا، كان سريع جدا، والتاثير على القطب الشمالي تاثير مباشر. وايضا لو بصينا ان درجات الحراره ان هي ارتفاع درجه الحراره درجه مئويه ده ادى، شوف الصوره اللي على الشمال
يعني انا حاطط لك ارتفاع درجات الحراره لغايه العام الماضي. شوف بقى اللي على الشمال، انصهار القطب، الدرافتس، درافتس زي زامبيا. زامبيا النهارده بتعاني من الدرافت، في دراسات بتقوم بيها الاتحاد الاوروبي دلوقتي عشان موضوع الدرافت، ومصر هتخش الموضوع ده يا جماعه بشكل كبير جدا. فاحنا طبعا الحرائق، الغابات، ده كله ناتج عن التشينج ان تمبريتشر طبعا، وده دليل. يعني هو ناسا كتبت الحقيقه ايفيدنس بالانجليزي، هو موجود في سوره الروم. يعني طبعا بتقول ان الايرث وورمينج يعتبر هيومن اكتيفيتي، يعني الانسان هو الذي تسبب في موضوع الايه الجلوبال وورمينج. اذا كانت ناسا بتقول كده، الله رب العالمين عندما انزل القران منذ 1460 عاما هنجد ان ذكر في ايه الروم، سوره الروم الايه 41، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. طبعا ده اهم شيء اللي قالته ناسا، هو ده كلام رب العالمين. الجلوبال انرجي كونسامشن خلال ال 21 سنه الماضيه، ايه هو الكول والاويل والناتشورال جاز والنيوكلير والهيدرو باور والرينيوبل زي السولار انرجي والويند، طبعا دي كلها ناتجه عن قلنا الاي بي سي سي بتاع اللي هو باريس اجريمنت اللي هي كوب 21 اللي هي 2015، وطبعا الجرين هاوس جازز من الاندستري، من البيلدينج، من الترانسبورت. كان في قمه بالوقت اسمها الجرين بيلدينج، وكان في قمه في الامارات اسمها الجرين سامت. الحقيقه كل ده بيتكلم عن ان الاكتيفيتيز الصناعيه والانشطه الخاصه بالتجاريه والسكنيه والمباني، وتاثير طبعا مباشر على درجه حراره الارض واستهلاكات الكهرباء، وبالتالي معدلات ارتفاع كربون دايوكسيد يعني ارتفعت خلال 100 عام، يعني من 1 طبعا جيجا طن بير يير، جيجا طن، الى ما يقرب من 12 جيجا طن. يعني 12 النهارده بنقول اذا كنا احنا منذ 100 عام كان انبعاثات الكربونيه لا تتعدى النص او التلت جيجا طن، احنا بنتكلم على 12 جيجا طن. ومدى التاثير على الووتر ليفلز والتاثير على الاتموسفيريك والستاتوسفير، الستاتوسفير اللي هي الطبقه اللي هي بيتم فيها موضوع التاثير المباشر على الاوزون. طبعا موضوع الحرائق وموضوع الغابات والتشجير والموضوع اندثار الغطاء الاخضر تاثير مباشر. ولو نشوف انبعاثات هنلاقي مثلا ان الصين هي اكبر مصدر للكربون دايوكسيد ايميشن، اكبر مصدر في العالم هو الصين. نجد ان مثلا الولايات المتحده تليها، وطبعا هنلاقي اوروبا، وبعدين طبعا الهند طبعا ليها تاثير مباشر. فطبعا ده يمثل انبعاثات الكربونيه والكربون دايوكسيد، والكربون دايوكسيد ده ليه تاثير رهيب على الجلوبال وور. زي ما احنا شايفين هنلاقي ان احنا 2025 احنا وصلنا، ادي الواحد ونص اللي بتكلم عنها، ولكن السيميوليشن اللي انا شفته بيدي 1.58، يعني قول 1.6. والحقيقه لو عدت ال 1.65 هتبقى في مصيبه، وده ينذر بالحقيقه قيام الساعه، ينذر بقيام الساعه. طبعا يعني منذ اكثر من 100 عام، يعني كان في تقرير قريته الحقيقه عن الكول كونسامشن اللي هو استهلاكات الفحم، وبيتكلم ان هو 2 بليون طنز، 2 بليون طنز، وهيوصل ان احنا نوصل يبقى عندي 7 بليون طنز اوف كربون دايوكسيد. طب ما ده اللي احنا بنتكلم في 12 جيجا طن فريد، يبقى اذا موضوع الكتاب دوت اللي هو الكول كونسامشن ده كتاب جميل جدا من 100 عام، والحقيقه موجود يعني في المكتبات فرانكفورت لايبراري ستيشنري، وبيدي لك ازاي ارتفاع درجه حراره نتيجه لاستهلاكات الفحم، لان الفحم كان طبعا القاطرات البخاريه كانت كل الطاقه اللي هي الستيم باور عن طريق الاحتراق اللي هي الكول.
طيب ده أثر، هل الأوزون ليه حصل التغيير في ثقب الأوزون؟ والطبقة اللي أنا بتكلم عليها اللي هي ستراتوسفير، طبعا دي حوالي يمكن 18 كيلو متر من سطح الأرض، ومدى تأثير هذه الطبقة بغازات اللي هي طبعا اللي بسميها الجرين هاوس جازس، اللي هي حتى استهلاك الاير كونديشن عندك في البيت مصيبة سودة، لأن هو ده مصدر للجرين هاوس جازس. لو بصينا على الايرث نلاقي الاتموسفير هو الطبقة التي تالي سطح الأرض، وبعدين نلاقي الطبقة اللي هي اللي بنتكلم عليها اللي هي الأوزون لاير، ومدى الهول اللي حصلت، وده يخلي الالترا فايلوت اي بي سي او البي اللي هي بتسبب السرطانات، يعني الالترا فايلوت بي طبعا انت الويت لينس اللي هو 254 ده مصيبه سودة. فبالتالي انت لما يحصل بنتريشن للراديشن مع اليو في بي او الاشعه فوق بنفسجيه بي كاتيجوري بي يعني او جروب بي، ده بيوصل للامراض الجلديه والسرطانيه، وبالتالي الاوزون ديبليشن دوت اللي هي اختراق الاستراتوسفير. هنا لو بصيت لك على اليو في اهو راديشن، ده الاستراتوسفير طبعا ده ليه علاقه، كل ده ليه علاقه يا جماعه بالديسالينيشن وبالانرجي وبالجرين انفايرمنت والجرين ديسالينيشن، كل ده ليه علاقه ببعض. فلما نقول ان التروبوسفير اللي هي الطبقه اللي تالي الارض مباشره، لو ارتفعنا عنها 15 18 كيلو متر هيبقى في طبقه الاستراتوسفير اللي هي في الخط بتاع الاوزون لاير، والاوزون او 3 اللي هو يعني 3 اتومز اوكسجين اللي هو بيحجب عنا الاشعه الضاره من الشمس اللي زي ما بقول لك اللي هي اليو في بي واللي هي بتسبب الامراض الكارسينوجينيك. هنا برضو لو بصيت ادي التروبوسفير والاوزون لاير والاسترات وطبعا استراتوسفير وفي الميزوسفير الحقيقه في النهايه. طبعا احنا بين كده نشوف مصدر الساتلايتس وتاثيرها عندي، الحاجات مهمه جدا يا جماعه، تفتكروش ان ده خروج عن السياق في موضوع الانرجي، لازم تدرس تاثير الجلوب اللي هو الووتر والايرث والاير. لو انت ما فهمتش المنظومه دي اللي هي الاير والووتر والايرث مش هتقدر تشتغل في الجرين انرجي. طبعا لو انت بصيت مثلا مرحله الاورورا او الميروس اللي هو الشوب اللي هي الطبقه اللي هي بتاع الميزوسفير، هنلاقي ان الجزء بتاع الايزون تحت الميزوسفير على طول اللي هي ستراتوسفير اللي هي على بعد 20 او 18 كيلو متر. فنجد حتى طبعا الشهب او اللي بيسموها الميروس ديت مصيبه سوداء بالوقت، ابتدت تنتشر كتير جدا في الماجنتيك فيلد، تاثير المجال المغناطيسي ابتدى يحصل فيه خلل. والحقيقه يعني دكتور زغلول نجرار بارك الله فيه يعني في احد حلقاته لما قال ان لا تقوم الساعه، الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث صحيح، حتى تشرق الشمس من مغربها. طب ايه اللي يخلي الشمس تتجه للغرب؟ الله، يبقى اذا دوران الارض هيختل، يبقى معنى ذلك الماجنتيك شيلد اللي موجودين احنا فيه، كل شيء على وجه الارض من تكنولوجي على مصدر الماجنتيك، لو راح الماجنتيك فيلد انتهت الدنيا كلها، وبالتالي الخلل اللي بيحدث في دوران الارض حوالين محورها هو ناتج عن التاثير اللي بتعاني منه الارض حاليا، وبالتالي ده سوف يؤدي الى يعني الدوران العكسي وما يسمى بطلوع الشمس بدل من المشرق من المغرب، وساعتها لا تقبل توبه. نسال الله يعني ان يغفر لنا ويجعلنا من التائبين، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا الاوزون والانفايرمنت، طبعا الغازات اللي هي بنتكلم عليها مهمه جدا زي الهالو كربون، غازات الفيريون، غازات اللي هي الكلورو فلورو كاربونز اللي هي السي اف سي، طبعا كل ده بنسميها غازات مدمره لطبقه الاوزون، بنسميها اوزون ديبليشن سبستانس. وطبعا هنلاقي ان تاثير دوت بيخلي يعمل بريك داون للاتومز، ان الاوزون او 3 يعني ثلاث ذرات متحده مع بعض، لو حصل لها بريك داون يبقى اذا انفصلت الاتحاد دوت، يبقى الاوزون فقد الكومبوزيشن بتاعه، بالتالي مش هيقدر يعمل ريفليكشن للارتلا فايلوت بي. طبعا وده يسبب بقى الكانسر ويسبب العمى، حتى العمى
وامراض العيون. وطبعا ده كان ضمن اتفاقيه مونتريال اللي هي 87، وده كان بيتكلموا على الجلوبال وورمنج وارتفاع درجات الارض الرهيبه، وطبعا ما يسمى اللي هي البروتكشن اللي اتخذوه. قال لي لان الاخطر حاجه اللي هو الموست هارمفول الحقيقه اللي انا بسميها الويف لينث اللي هي اليو في بي، اليو في بي اللي هي بنسميها الاشعه فوق بنفسجيه ب او الترا فايولوت بي، دي لو بتخترق الان الارض الحقيقه، وده بيسبب الحقيقه يعني ارتفاع. شوف المستشفيات عندنا في مصر السرطان انتشر بطريقه رهيبه جدا، فنجد ان البلايندنس او السكين كانسر السرطانات والعمى والكاتاراكتس كلها منتشره امراض يعني. انا مستشفى العيون في مصر اللي هو مراكز العيون الطبيه حالات كثيره جدا من الامراض السرطانيه والعيون بسبب، وناس لا تفهم ان هذا بسبب فعل الانسان زي ما ذكر من سوره الروم. هنا بيوري الاوزون اماونت و90% من الاتموسفيريك اوزون اللي موجود، وعمليه الاستراتوسفير هنا ان انا وصلت على ارتفاع دلوقتي يعني من 20 ل 30 كيلو متر، طبعا ارتفاع بتاع الاستراتوسفير اللي يبتلي طبقه الانبعاثات الدخان والغازات اللي هي الطبقه اللي تالي الارض مباشره اللي هي التروبوسفير. برضو هنا نلاقي الاوزون، هنا الاباندنس بتاع الاوزون، طبعا الاوزون بيقاس بالدوبسون الحقيقه يعني تقريبا 10 مايكرو ملي متر. في واحد عالم يعني اسمه دوبسون اخترع المقياس اليونت بتاع الاوزون عشان يقيس الثقب بتاع درجه الاوزون. فنجد ان انا التروبوسفير والاوزون انكريزس نتيجه لايه؟ طبعا ان الكرايسس بتاع الاوزون انه الاو 3 تتحلل او ان هي تتفك البوند او الرابطه بين الذرات الثلاثيه، واضح ان هو من الانبعاثات من الادخنه ومن الايه؟ هنا الحقيقه ده الحقيقه ناسا يعني قاست ثقب الاوزون يعني من 74 ل 94 ل 2009 ل 2020 ل 2040. يعني ده على فكره الموديل ده بيتحرك وبيدي لك ثقب الاوزون من 74 لغايه 2060. فمعنى ذلك الاوزون هنا بيوري لك، قلنا الدوبسون ده اليونت بتاعته، فنجد مثلا 2020 اللون اللي هو اللي اتجه للون الاخضر، شوف السكيل بتاعه لما 2060 وصل للازم، فتبقى يعني احنا بنشوف الايه الكونسنتريشن طبعا في طبقه الاستراتوسفير. هنا برضو يوري لك 2015 انخفض الاوزون نتيجه لاتفاقيات، وبعدين ابتدى يرجع تاني، ابتدى ايه الثقب ايه يزداد تاني. هنا طبعا ده مقياس الدي او يو، الدي يو قلنا الدوبسون بير كيلومتر، واليو في بي اهي اليو في بي لونها اخضر، دي المصيبه السوداء دي، ومعاك اليو في اي واليو في سي اشعه بنفسجيه الف ب وجيم. طبعا احنا قلنا ان كل الليفل بتاع الاوزون على ارتفاعات دوت متاثره تاثير بالغ، وطبعا الالترا فايروس سي ده اللي هي بيحصل لها ابسوربشن، وطبعا ما ينتج عن ان الاوزون لاير كان المفروض يمص الالترا فايولوت بي، وبالتالي يبقى في خلل عندي في وصول الاشعه الضاره الفوق البنفسجيه كاتيجوري بي. طبعا النهارده لما نبص على يعني كسيميوليشن للدينستي والطبقات اللي هي الثيرموسفير والميزوسفير ستراتوسفير، مهمه جدا الحقيقه ان انت تبص تلاقي ان طبقه الاير جلو اللي هي على ارتفاع مثلا يوصل ما يوصل من مثلا 20 25 والطبقه التي تليها، وطبعا نشاط اللي هو الرادارات واللايدرز والاير درونز والحاجات دي المنخفضه مع نشاط اللي بيحصل للساتلايتس، ساتلايتس فوق بقى على الارتفاع اللي هو الثيرموسفير، طبعا دي تبين لك كل الالكترون دينستي اللي موجوده في العالم. فطبعا الحقيقه ده يعني احد الباحثين قال ازاي احنا في نقلل الانبعاثات عن طريق الترانسبورتيشن اللي هو غاز ال NO2، ده مصيبه سوداء، ولكن الناس كل واحد بعربيه ومراته عربيه وابنه عربيه وبنته عربيه،
والبوابه عربيه وماشيين كلنا في الشوارع نخبط في بعض ونحرق الجازولين ونطلع الايه الان او 2 ونعمل اللي هو الفساد في الارض بدون ما ننشر استهلاكات الواحد. قلت تخش الجامع 100 لمبه، خش الكنيسه 1000 لمبه. يا عم طب خفض، واحد يعمل فرح يعمل بارتي يستخدم لك مثلا 5000 لمبه في 100 واط. انا بقول الاضاءه الصناعيه دي اكبر مصيبه سوداء احنا مبليين فيها، واضاءه الشوارع. اوزون ديبليشن واضح ان اليو في راديشن اهو، ادي الكلورو فلورو كربون والاختراق اللي موجود والريليز بتاع طبقه الاوزون. وطبعا هنا بيوري لك السورس بتاع البروتكتيف اوزون لاير، طبعا من حتى الهالونز والفوم، الفوم تصنيع والاندستريال، حتى التعقيم. ليه انا بقول لك كده على فكره؟ علاقه واحد كده بالوقت من الحاضرين يقول لك ايه علاقه دوت الديسالينيشن، انت بتعمل تعقيم مثلا بالكلورين، يعني انت بتعمل استخدام الكلور سي ال، الكلور ده بيدمر الاوزون. فمعنى ذلك ان انت ما تقول لي ايه علاقه دوت بالديسالينيشن كراجل متخصص في الووتر تريتمنت، اقول لك انك انت استخدامات الديس انفكشن والكلورينيشن ده تاثير مباشر على تدمير طبقه الاوزون، لان الجزيء الكلورين السي ال 2 ده بيدمر الاو 3، يعمل على طول ديس انتجريشن الاو 3. فانا لما بقول ان انا عندي الاوزون اللي هو 220 دوبسون، يعني حوالي 2200 مايكرو مليمتر، ده اللي تم قياسه عن طريق ناسا. بص بقى الصحاري، بص الطبقه اللي تحت، قال التاثير اهو، قال التاثير اللي هو الامراض السرطانيه، امراض العيون، امراض العظم. طبعا ديزل بقى براكتس والتايلز والان او اكس اللي هو من العوادم السيارات والباور بلانت ديسالينيشن بلانتس، كل دي تاثيرات بارتيكوليت ماترز، النيتروجين اوكسايد، السلفر اوكسايد اللي هو غاز ثاني اكسيد الكبريت مصيبه، سلفر دايكسايد، وانبعاثات الناتجه عن طبعا التراكس اللي ماشيه والباصز، واخد بالك. وطبعا تلاقي واحد عنده الموتور بتاعه مفوت وعمال يطلع ولا همه. في النهايه بنقول لغايه 2023 ان احنا 47 يا جماعه سنه بالوقت من نشوف المصيبه اللي احنا واقعين فيها في الارض وعمالين ندمرها يوم بعد يوم، وتاثير درجه حراره هو مديهولك ان هو وصل ل 1.5 عام 2023 عن طريق الهيستوجرام اللي باين ده. الفيزيكال درايفرز الحقيقه في الاوزون ديبليشن او الاو دي اس او الاكسجين، سوري الاوزون ديبليشن سبسه، كربون دايكسيد سي او 2، الميثين، النيتروس اوكسيد او 2، الهالوجينيتد جاسز، النيتروجين اوكسايدز، السلفر دايكسيد اس او 2، الاورجانيك كربون تي او سي، الامونيا ان اتش 3، البلاك كربون، حتى الطائرات الافييشن، كل ده بيؤثر التاثير. وان انا وصلت كام بقى ل 1 بوينت، هنا طبعا الكلام ده من اربع سنين، يعني 1.4. الجلوبال تري كفر اتدمر كله، واخد بالك. وطبعا احنا دمرنا الفلورا والفاونا، فطبعا ده يؤثر تاثير. يعني هنا 2001 هنلاقي ان في الجرين لوس، ولذلك الجرين جرين النهارده زي الرويال كوميشن او الجرين رياض، المبادرات اللي هي بنسميها الاس دي جي او الانشيتيفز بتاع الجرين والزراعه، احنا عمالين نقطع في الشجر. انا يعني انا في جنب 6 اكتوبر كل يوم الاقي ناس عماله تقطع في الطريق المؤدي لاسكندريه والطريق المؤدي الى الفيوم، ويقطعوا في الشجر بدل ما يزرعوا شجره. بالعكس اليابان لما بتنشئ مشروع، معانا الجهه اليابانيه الجايكا، اللي كل ما ينشئوا مشروع لازم يحسبوا كميه الكربون دايوكسيد ويزرعوا شجر مماثل ويغطوا الغطاء الاخضر. وده اللي كان منبثق عن التجارب اللي تمت في الجرين سامت اليو اي. طبعا انا اجد ان طبعا من خلال الاعوام السابقه انا دمرت حوالي 30% من الغابات، وطبعا الامازون اتدمرت كلها. طبعا هنلاقي ان اوروبا دلوقتي انتاج الخشب، كان في احد المؤتمرات في انتاج الخشب ان لازم تزرع، يعني انت عشان تتقطع شجر تزرع شجر، سواء كان في السويد او ايطاليا او سويسرا او المانيا. هنا برضو يوري لك الكلايمت موديل اللي موجود ده مهم جدا، وازاي الجزء بتاع الايفابوريشن والجزء بتاع الوورمينج والراديشن اللي موجود.
طبعا ده الغرض منه انا هدي لك معلومه اللي هي اللونج ويف راديشن، ده وصلت حوالي 240 واط على المتر مربع. ده اخطر حاجه، سولار راديشن ابسوربد باي ايرث اللي بيتم امتصاصه من اشعه الشمس 240 واط لكل متر مربع. طبعا هنا الجلوبال سي ليفل، ادي الكوارث اللي على الشمال اللي باينه اهي، والفيضانات اللي احنا بنعيش فيها كل يوم، وادي السي ليفل ارتفع قد ايه. فنجد ان انت ارتفاع السي ليفل مجرد ان هو يوصل حتى متر واتنين من عشرة بيسبب انغمار السواحل. وعلى فكرة في دراسة بتؤكد يعني حتى ساحل زي ساحل جمصة وبعض المناطق في مصر السواحل الشمالية هيحصل ليها انغمار خلال السنوات القادمة. المصيبة السوداء الجي اتش جي، الجي اتش جي اللي هي الجرين هاوسز، سواء كان ميثين عن طريق الكتل طبعا اللي هي طبعا ميثان بينتج عن طريق الانيروبيك دايجيشن لتخمير الفضلات الادميه او الحيوانيه، العوادم السيارات ال NO2، الكربون دايوكسيد لاستهلاك الانرجي والووتر فيبر. طبعا في طبعا الفلورينيتد جازز زي الهيدروفلورو والسلفر هيكسافلورايد والنيتروجين تراي فلورايد، كل دي تمثل بالإضافة طبعا للسي او 2 كربون دايوكسيد والميثيل سي اتش 4 والـ N2O، N2O اسف مش NO2، NO2 اللي هو النيتريت، لكن ده N2O، N2O اللي هو بينتج من احتراق الوقود السيارات، فده بنسميه الـ N2O. وطبعا الـ HFC اللي هي طبعا الغازات اللي هي الهيدرو فلورو كربون، هيدرو فلورو كربون. هنلاقي الكربون حوالي 81% في الانبعاثات، الميثان 10%، هنلاقي الاف حوالي اف جازز حوالي 3%، والان 2 او اللي هو النيتروس اوكسايد 7%. هنا دوت في امريكا، الحقيقه السلايد دي في امريكا، وريكة كهرباء بتمثل 30%، المواصلات هي المصيبة السوداء 35%، مصر برضو نفس الموضوع ترانسبورتيشن. هنا برضو لو يري لك ان هو هنا العملية باي سورس الاميشن بقى، يعني الترانسبورتيشن هتلاقي اعلى اميشن 4%، والويست ووتر تريتمنت هنا يهمني بقى الحقيقة بتاع الويست ووتر تريتمنت اللي هي محطات معالجة مياه الصرف الصحي التخصص بتاعكم 5%، وبالتالي ده تأثير مباشر الموجود. وهنا يوري لك الجرين هاوس افكت على اللايرز والسولار راديشن، والحقيقة الاكتيفيتيز اللي هي نتيجة لاحتراق الوقود الفوسل فيول، ولازم احنا الحقيقة نلجأ حاجة غير الفوسل، وده فعلا رينيوبل انرجي ابتدت تستخدم على نطاق واسع. هنا الحقيقة اكبر دولة في العالم في الانبعاثات، طبعا الاحصائية دي statistics جايه من ان الصين 30% بينما الولايات المتحده 11%. لو جينا بصينا اوروبا كلها 6% والصين 30%، اوروبا الاوروبيان يونيون 27.6%، لكن الصين 30%. طبعا الجلوبال وورمنج ده الانبعاثات الجي اتش جي مصيبه جدا خلال ال 100 سنه اللي موجود، بنقول ان هو ارتفع حوالي نتيجة طبعا الميثان، لأنه قلت لك إن معلومة قبل كده إن الميثان CH4 هو Global Warming Potential أو GWP، يعني بيرفع درجة حرارة الأرض أو بيعمل احتباس حراري، يعني الانبعاث الميثان للطبقات العليا بيسبب احتباس حراري 80 ضعف أو 85 ضعف من الكربون دايوكسيد. الخطورة في الميثان الحقيقة في الانبعاث الحراري. طبعا لو بصينا برضو ان الجلوبال ميثان دلوقتي ان انا واصل يعني التركيزات، يعني ان انا بقول ايه 722 بارت بير مليون، واخد بالك. وطبعا لما جينا 2020 هنلاقي ان احنا الاعلى معدلات وصلت فيها 2020. هنا بيوري لك ان الميثان ليفل ارتفع اهو، ودوت الاحصائيه اللي هي الاخيره مع وجود الكربون، الكربون 650 بي بي ام تركيزه يعني، لكن لما نتكلم على الميثان بارت بير مليون، مش يعني سي او 2 بارت بير مليون، السي اتش 4 بارت بير بليون، فنلاقي ان انا وصلت 2015 1830 بي 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 بي. كربون دايوكسيد لو خدته مقياس واحد والميثان هيبقى 25 ل 80،
ال N2O حوالي 300، ال FG بقى اللي هي زي الغازات اللي هي الهيدروكربون فلوروكربون حوالي 10,000. هنا يوري لك ازاي ان انت IPCC ساعه اتفاقيه باريس قاسوا الكربون دايوكسيد 2010 كان 50 طن جيجا طن، 50 جيجا طن. والسبب الرئيسي طبعا البيلدينج حوالي زي ما انت شايف كده، والالكتريستي 25% يعني استهلاكات الطاقه. طبعا الجرين هاوس جازز زي ما انت شايف الميثان 25 ضعف الكربون. طبعا هو يتراوح الى الاحتباس الحراري الناتج عن ميثان ريليس CH4 يعني رينجز بتوين 25 to 84 تايمز كربون دايوكسيد، يعني 80 او اقل حاجه 25 مره. ال N2O 300 مره، لان مقياس الكربون هو ده الديتم، الديتم اللي بقيس عليه. لكن الفلورينيتد جازز الاف جازز هنلاقيها حوالي 10,000 مره. فنلاقي الكربون دايوكسيد هو 67% من الانبعاثات، طبعا ده حسب اتفاقيه باريس اللي هي اللجنه اللي هي الاي بي سي سي. الجلوبال وورمنج طبعا بنقول ان الكربون دايوكسيد لازم ان انت تفكر ان هو تاثيره المباشر على موضوع اللي ايه الريديتيف فورسينج، وطبعا الريديتيف فورسينج دي هتدمر الارض في يوم من الايام. برضو ان احنا بنقول ان الانتر جوفرمنتال بانل اون كلايمت تشينج اللي هي جايه من اتفاقيه باريس 2015 الاي بي سي سي، واللي هي حطت ان انت لازم ان الميثان وصل 87 او 85 او 84 يعني الرينج المقارنه بالكربون دايوكسيد. خلال ال 100 سنه بقى بيفضل الاحتباس ده موجود، تخيل بقى 100 سنه يحتبس في الطبقات. فكل اللي انا بقوله ان الايكويفالنت بتاع الكربون دايوكسيد كله بيقاس الغازات ديت بالنسبه لثاني اكسيد الكربون، وبالتالي بيعرف معدلات الانبعاثات التي تؤثر في الاحتباس الحراري مقارنه بغاز ثاني اكسيد الكربون. طبعا انا بمر على الحاجات دي بس الغرض انت تفهم ان دي ليها علاقه بالانرجي والكلورين، وهنشوف الكلورين بعد كده اللي هو بيأثر تأثير على اللي بنسميها الاو اي اس او الاوزون ديبليشن سبستانس. برضو حاجه اسمها السلفر هيكسا فلورايد اس اف 6 ده 22,000 مره مقارنه بالاحتباس اللي بيتسبب في كربون دايوكسيد. انا هنا الكربون دايوكسيد هو الديتم وبقيس انا خلال 100 سنه، يعني الجلوبال وورمنج ده يا جماعه بيتقاس خلال 100 سنه احتباس في طبقات الجو ايه لمده 100 سنه، فبنشوف التاثير المباشر اللي موجود عندي اكتر. هنا الاف جازز اهي، وطبعا غازات الريفرجريشن والناتجه من التكييفات، كل واحد عامل تكييف في كل اوضه، والايروسولز والالكتريكال، والتاثير المباشر بتاع ال N2O والسي اتش 4 والسي او 2. وطبعا هنا لو نبص على الدول هنلاقي مثلا خلال 100 سنه الجلوبال وورمنج بوتنشال ان وصل يعني مثلا للاتش اف بحوالي 23,500. ماشي، هنلاقي الصين، شوف الصين بقى مصيبه سودة مقارنه بالنسبه لاوروبا. لو بصينا للميثان هنلاقي ان هو خلال ال 100 سنه بالرغم من الميثان وصل 84 ضعف زي ما قلنا مقارنة بالكربون دايوكسيد، فده اندايركت وورمنج خلال ال 100 سنة، وده يؤثر على مقارنة الغاز الميثان، وان 1 كيلو جرام من ال CH4 الميثان في الانبعاث الحراري يعادل ما يقارب من 24 ل 84 من الكربون دايوكسيد، اما الغازات الاخرى من حوالي 10,000 او ممكن نقول 7,000. طبعا هنا برضو يوري لك المولكيولز، الجزء اللي هو مثلا ان 28 مولكيولز اوف سي او 2 ده ضعف الايه الكربون دايوكسيد سي او 2، اثنين اكسجين وواحده كربون، لكن هنا واحد كربون واربعه هيدروجين. فده يوري لك طبعا ده اتفاقيه باريس قلنا اللي هي الاي بي سي سي او البانل المختصه بذلك. برضو هنا بوري لك الجلوبال وورمنج بوتنشال على حسب ال 100 سنه ان الميثان 28 ضعف. هنا المعادلة دي بتوري لك الجلوبال وورمنج ده الايرث اورجانيزيشن ان البوتنت اون ذا شورت تايم، اقوى حاجة طبعا موجود بالنسبة
لرفع درجة الحرارة لواحد ونص أو 1.6. يبقى لو قارنا كل الكلام دوت، يبقى الجلوبال وورمينج التأثير المباشر هيبقى أعلى تأثير اللي هو السلفر هيكسا فلورايد SF6 25,000، ده أعلى حاجة. برضو إن لو شفت تصنيف الغازات الإف جازز، هنلاقي مثلا التراي فلورايد النيتروجين تراي فلورايد اللي هو NF3، اللي هو ما يقارب خلال بيوصل حوالي يعني 740، لكن التترا فلورو ميثين CH4 50,000 سنه احتباس، ده اللايف اتموسفيريك، يفضل في الغلاف لمده 50,000 سنه. هنا طبعا ده الجرين حسب اتفاقيه ايه الانبعاثات الحدود المسموح بيها في الهواء، فالسلفر CO2 ده مهم جدا عندي ان انا اقول ان الميثين لازم نعمل عليه كنترول، وبرضه نعمل كنترول على الغازات الخاصه بالفولتايل، يعني تبقى بحدود 7 ppm، طبعا بالاضافه للسلفيريك اسيد 5 ppm، وطبعا لو قلنا بقى الميركري او الليد طبعا كل دوت بالاضافه للمونوكسيد، المونوكسيد اللي هو غاز اول اكسيد الكربون، كربون ذره كربون مع اكسجين 100 ppm. دي اتفاقيه باريس الحقيقه، ودي اللي نتج عنها الاي بي سي سي، مهمه قوي الاي بي سي سي، مهمه قوي قوي، والميتريولوجيكال اللي هي خاصه بالاورجنايزيشن وورلد ميتريولوجيكال اللي هي الدبليو ام او، وطبعا لما تقرا تقرير هل هو من عشان تقدر تحلل التقارير، ما تقراش اي تقرير، يعني ما تجيش بقى ميد والكلام مش عارف ايه، لا انت خش على اليو ان انفايرمنت بروجرام، خش مثلا مباشره على الدبليو ام او، وخش على اكسفورد، خش على ناسا، وتعرف على التقارير الخاصه بالانرجي والاو دي اس، وايضا تتعرف على الطاقه المستهلكه في الصناعه. دي الباريس اجريمنت والمينا لاينز، وطبعا الفاينانشال بتاعها ان هي بتقول ان احنا وصلنا 1.5 2015، بتقول هنوصل 2، فطبعا 2 يبقى نهايه الارض يعني. برضو هنلاقي ان الباريس اجريمنت طلعت عندها حاجه اسمها الكلايما سفير، الكلايما سفير بتحط لك الادابشن والنيجوشيشن اللي تم، وبعد كده لغايه ما وصلنا لشرم الشيخ اللي هو كوب 27 27 كان في شرم الشيخ، وحضروا الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحقيقه السعوديه التزمت بخفض الانبعاثات الكربونيه بجديه سيريسلي، حصل الكلام دوت في خلال سنتين السابقين، وعملت الجرين انيشيتيف امبلمنتيشن، والنهارده بنقيس كل الايميشنز اللي موجوده. في النهايه بقول ان اذا كانت الصين المصيبه السوداء، الصين ما بتلتزمش الحقيقه، ولا الولايات المتحده اليونايتد ستيت بتلتزم، ولا الهند، ويعني المانيا ابتدت تلتزم الحقيقه، كندا، المملكه العربيه السعوديه، شوف مدى يعني التزام باتفاقيه باريس، هي اكبر الدول المملكه العربيه السعوديه حماها الله في مدى الالتزام بالتحقيق الاي بي سي سي عن طريق الانفايرمنتال امباكت، طبعا ميتيجيشن وتقليل انبعاثات. هنا المقياس اللي بيوري لك ان درجه الحراره احنا وصلنا فين، يعني الرينج بتاعنا الاحمر اللي هو هيبدا عندي ده تبقى مصيبه في الجزء ده، يبقى اذا انا بقول خلي بالكم كل واحد ينتبه لي حتى تشغيل التكييف، الاضاءه والافران وخلافه. في النهايه الباريس اجريمنت ضمت اللي هي ما يسمى بالكونتريز اوف ذا بارتيز، 175 دوله على مستوى العالم، وطبعا لو شفنا التاريخ يعني كوب 19، انا بقول لك بقى اللي جاي ده ان شاء الله ربنا يدينا الصحه ونحضر في اذربيجان الشهر الجاي، يعني انا النهارده بقول 11 اكتوبر 2024، ان شاء الله نيكست مانث 11 نوفمبر 2024 كوب 29 ده اخطر حاجه، قال كوب 27 22 في شرم الشيخ، ها وكل اللي حضروا ناس كثيره جدا، وادي 28 كان بعديه في الامارات، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يحيينا ويحييكم، وكوب 29 في اذربيجان.
طبعا بعد كده الجلوبال انرجي مهم جدا نعرف الاستهلاكات الطاقه بقى، سيبنا من كلايمت تشينج المقدمه الكبيره دي، ولكن هي مقدمه مهمه جدا. التحدي اللي موجود في الطاقه هو مصادر الطاقه ولا نوعيه التطبيقات ولا معدلات الاستهلاك. انا بطرح ثلاث محاور رئيسيه كان في يعني احد الندوات الخاصه بالطاقه في القمه الخضراء، ان انا بتكلم هل هو الاستهلاك ولا نوعية الوقود ولا هل هي التطبيقات المستخدمة. الحقيقة هي الاستهلاك ده المصيبة السوداء، لان كل المصادر كانت موجودة. فالنهاردة ازاي اوصل للنت زيرو؟ ده المسار الجديد اللي بسميه التراجكتوري او الطريق اللي بتاعتي، ان انا اوصل للكربون كابشر. وطبعا في مؤتمر مهم جدا ومعرض بيسمى سولار انرجي 15 اكتوبر، يعني خلال الاسبوع القادم، بيتكلم على الانرجي ستورج، بيتكلم اول مؤتمر حقيقه في الشرق الاوسط يتكلم او في غرب اسيا على التحديد يتكلم على الانرجي ستورج وموضوع الاميشنز الخاصه بالباثويز الخاصه بالبريس. وطبعا ده مهم جدا، السولار بانلز بي في تي او ما يسمى، طبعا احنا شفنا المجله العلميه الحقيقه جميله جدا لاكوا انرجي، يعني تحيه للمهندس محمد خليفه، وشفنا الانفراستراكشر الحقيقه مع السمارت سيتي المدن الذكيه، وطبعا سمارت سيتي نتج عنها الكنترول اللي هو خاص بالطاقه ومدى تطبيق هذا الكلام. مهم جدا ان احنا نبتدي نتحول ل اللي هو ما يسمى بالكربون كابتشر وميتيجيشن. ليه؟ لان انا بقول ان انا لو وصلت 2040 2 درجه مئويه هتبقى فيها مشكله، ودوت احنا وصلنا العام ده اعلى معدلات درجه الحراره. الحقيقه في استثمارات عاليه جدا في الطاقه يا جماعه، وصلت حوالي يمكن 2 تريليون. طبعا 2 تريليون ده مبلغ ضخم جدا. والحقيقه شفنا الويند والسولار، والحقيقه يعني كانت مصادر قويه جدا بديله للفوسل فيولز. واستهلاكات الزيت او الاويل، مش الزيت بتاع الشعر يعني، الزيت الاويل اللي هو البترول في الدول الخليج. لو بصينا مثلا الانبعاثات الخاصه بالجرين هاوس جازس، طبعا لو بصيت على ان انا عندي مثلا السي اتش 4 والفوسل سي او 2 الاحتراق دوت بين الوقود، و 2020 ان انا وصلت ال 60 او ما قارب ال 60 جيجا طن. فلما اقول 22 انا 60، انا بقول النهارده انا بقول 61 جيجا طن كربون دايكسايد ايكويفالنت. خلي بالك من التعبير ده، جيجا طن سي او 2 ايكويفالنت. واحد يقول لي طب ليه انت ليه دخلتني الموضوع ده؟ اقول لك لان جميع التصميمات خلال العام الماضي الزمت جميع الاستشاريين والمهندسين ان يحسب الكربون فوت برينت. والنهارده اللي هيعمل ديزاين لمحطه ضخ بامبنج ستيشن او محطه معالجه فيها اير بلاور او في محطه ديسالينيشن هاي بريشر بامب او اي موتور، اذا كان في كونسومشن للالكتريستي او للبرايم جينيريشن، برايم جينيريشن اللي هي اللي هي بتستخدم في بعض المناطق النائيه ما فيش كهرباء من الناشونال جريد سنه، او حتى لو اتكلمت على الطاقات البديله، انا بقول قد ايه كربون دايوكسيد هينتج عن تشغيل هذه الابلكيشن او تلك التطبيقات خلال العام. اللي ابتدينا الحقيقه كنتش اعرفها من خلال سنتين ابتدينا نشتغل فيها. خش شوف الاكسرسايزز هتلاقي ازاي تحسب الكربون فوت برينت لمحطه ضخ، لمحطه معالجه، لمحطه ريسايكل، حتى المحطات الخاصه بالترانسميشن. طبعا نتيجه لذلك طبعا في الانفراستراكشر اللي موجوده عندي مصيبه الفحم عالي جدا، هنلاقي الاويل يعني بيوصل حوالي ما يقرب من 300، يعني 300 انا بقول جيجا طن هنا بالنسبه لي. طبعا لما ابص على الفحم هنلاقي الفحم يعني المقدار بتاعه ومقارنه بقى بالبيلدينج، سواء كان المباني السكنيه، المواصلات، الصناعات، استهلاكات الكهرباء،
فلاقي ان انا عندي واصل للي هو ما يقرب من 1.6 اللي هو درجة حرارة ديجري سلسياس، بتقاس كده 1.6 ديجري سلسياس 2024 قبل مؤتمر اذربيجان. جات التقارير على الايميلات بتقول ان السيميوليشن ان تم وصلنا لل 1.58، فطبعا الواحد اتخض، ربنا يستر. يعني الكلايمت تشينج بورتال ده مهم جدا تخش عليه، انا حاطه لك على اليمين، ده السورس بتاع المعلومات ده، وبيوري لك ازاي الصين 30%. هنا الحقيقه لو جينا بصينا للسعوديه هنلاقي محققه. الحقيقه انا بقول ليه؟ لان احنا نفسنا نخش في ال NDC، وطبعا لما بتكلم على ال NDC زي ما شرحناه، وال IPCC اللي هو والاتفاقيه باريس 2015 او 2015 وباريس اجريمنت، ان انا بقول ايه البروجرس اللي حصل. ال NDC الناس دي عملت ايه من 2015؟ فتشوف الهند، هتشوف الصين، هتشوف النطاق الخضراء اللي هي لايكلي ولا ليس لايكلي. يعني اوروبا لا، اوروبا عماله تلعب ليس لايكلي ماشي. يعني بالنسبه لي تو ميت ذا تارجت لازم البوليسز، انا بتكلم على البوليسز، تشريعات وزاره البيئه المصريه تم تفعيلها الحقيقه الزمايل هناك واساتذتنا، يعني وابتدى الانتباه لموضوع الايه النت زيرو، وهنعرف ايه النت زيرو بعد كده. طبعا انا الغرض منه ان الارتفاع درجه حراره اللي هو وصل 1.5 لغايه تقرير اليو ان انفايرمنت، ان انا وصلت للجزء بتاع ال 58 جيجا طن بير يير، لازم انزل للنت زيرو بقى، لازم انزل. ودوله الاتجاه العالمي لو ما عملناهوش الارض هتضيع مننا يا جماعه. وده طبعا احنا في النهايه بنؤمن بالاخره، فبالتالي هي ضيعه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس هيومن اكتيفيتي. فانا بقول ان استهلاك الطاقه الورلد برايمري انرجي كونسامشن لكل شخص، احنا دلوقتي وصلنا 8، عدينا ال 8 مليار، تعداد السكان العالم عدى ال 8 بليون، ان احنا 2024. طبعا الاستاتستيكال ريفيو بتاع الورلد، في حاجه اسمها الورلد انرجي دي بتطلع عليها، مهم جدا، بتديك الاستهلاكات الطاقه بالجيجا جولز، مش بالكيلو وات، لا بالجيجا جول. الجول ده ثيرمال يونت وده ادق من الكيلو وات. فبقول ان الفرد بيستهلك 58 كيلو وات اور، ها يبقى ده مصيبه سودا. شوف بقى في بلاد بتعدي الكلام ده، واخد بالك؟ انا بقول العالم الاسلامي المسلمين 1.8 بليون، البقيه اللي هم 6.2 اللي هم غير المسلمين. فبقول الاستهلاك النابع عن الباترن كاترينج اللي موجود على الانرجي كونسامشن حسب البلاد. فنلاقي مثلا قطر، الحقيقه قطر على فكره النهارده وصلت اعلى دوله في معدلات التعليم. الحقيقه التقرير ده يعني ابهرني الحقيقه، يعني من المقررات الدراسيه والقياسات بتاع الانتندد او الاوبجكتيف الاي ال اوز ليرنينج اوبجكتيفز، وصلوا معدلات اكسبيرمنتال والريسيرش والتريننج والتيوتوريالز والكاباسيتي للطلاب، الحقيقه اعلى دوله بالوقت قطر ما شاء الله. طبعا لان البرايمري انرجي كونسامشن في الجيجا جولز قطر بتستهلك حوالي 817، شوف بقى الاستهلاكات. يبقى اذا اعلى استهلاك للعالم قطر، يعني شوف هي متقدمه جدا ولكن هي بتستهلك 817 جيجا جولز خلال عام 2023، واخد بالك؟ مالناش دعوه بقى بكاس العالم والانبعاثات اللي طلعت فيه الرهيبه، لكن انا ما اجي اتكلم على مقارنه بالمملكه العربيه السعوديه ان احنا بنتكلم على 300 جيجا جولز. يبقى جيجا جولز لمين؟ جول قصدي يعني اكتر من، يعني قطر اكتر من 2.5، يعني المملكه العربيه السعوديه 40% من انبعاثات طبعا، وبالتالي الاستهلاك الطاقه اقل بكتير. بينما ملاقي سنغافور عاليه جدا، الامارات المتحده عاليه جدا، برضو هنلاقي ان اقل دوله في استهلاكات الطاقه سبحان الله هنلاقي مثلا روسيا، التبريد والهيتنج اللي موجود عندهم.
يعني في النهاية بنقول إن أفريقيا، خد المعلومة دي مهمة جدا، خلال 2023 استهلاك الطاقة في خلال السنة 14 جيجا جول average per person، بينما أنا بتكلم على الشرق الأوسط 143. طبعا هنا الأمريكا لو بصيت البرايمري انرجي جيجا جولز 230، كومن ويلث 164، أوروبا 115، الحقيقة أفريقيا 14 أقل حاجة. طبعا ده ما قلنا الانرجي انستيتيوت وورلد انرجي انستيتيوت، فواحد من كل 10 الحقيقة للأسف يعني ما عندهمش كهرباء. يعني أنا بدرس يعني بلاقي بالبلاد الإفريقية معدلات الكهرباء 20%، السعودية تخيل إن هي 100%. يعني معدل توصيل الطاقة الكهربية للسكان 100%، واخد بالك؟ مفيش كهرباء، بتقطع بقى. الجزء الخاص بالوان الجيجا أو الجيجا جول هو يقارب إيه؟ عشان تحوله طبعاً لما أقول كلمة جيجا يعني بليون، يعني مليار. يعني أنت ما تكلم عشان تفهم اليونت، الوان جيجا جول ده في الثيرموداينامكس لما تدرسه في تانية سيفل، يعني مع مادة الثيرموداينامكس هنلاقي إن أنت بتتكلم على 1 بليون وات. بس انت ما تقول بقى جيجا وات اور، يبقى ايه بقى 3.6 من 10 في 10 اس 12، يعني تساوي كام؟ 3.6 من 10 بليون، بليون ماشي، يبقى 3.6 10 بليون جول، ده الجيجا وات اور ماشي. يبقى الجيجا وات اور 3.6 من 10 بليون جول. طبعا ال1 جيجا وات اور ايكوال ل1 مليون كيلو وات. لما اقول 1 جيجا وات اور يبقى معنى ذلك 1 مليون كيلو وات، يبقى الباور كاباسيتي الجيجا وات حوالي مثلا ايه، لما تقارنها بقى ان انت بتتكلم على ال 1000 بتاع 10000 كيلو وات خلال طبعا السنه للاسره، 10000 كيلو وات خلال السنه. وبالتالي لما اجي اقارن بقى الباور بلانت مثلا من الفحم او الطاقه النوويه النيوكلر او الهايدرو باور او الهايدرو الكتريك، وطبعا السنجل جيجا وات 1000 ميجا وات طبعا، واخد بالك؟ لما يعني اتكلم على 1 جيجا وات، لكن في النهايه انا بحسب بالجيجا جول اللي هي بنقول ان 1 جيجا جول هو 1 بليون طبعا وات طبعا بير سكند، 1 مليون وات بير سكند. اما الجيجا وات اور فهي حوالي 3.6 من 10 بليون جول، بليون جول. طب ايه مفروع النت زيرو؟ النت زيرو ان ما قلنا سستينبل ديفلوبمنت الاس دي جي اللي انا كلمتكم عن دول اللي هي خاصه باليونايتد نيشن انفايرمنت بروجرام. طبعا اليونايتد نيشن ده ابتدى نسمع عنه في 81 في مصر، ابتدى يدرس في كليات العلوم وكليات الهندسه، وبرنامج الكلايمت تشينج ابتدينا يعني ندرسه في 92 نتيجه لمؤتمر الارض الايرث سامت في ريو دي جانيرو نتيجة ثقب الأوزون. فنلاقي ان احنا بنتكلم ان النت زيرو يقصد به التغيير في عملية استهلاك الطاقة، ان انا انزل بالاستهلاكات. فبالتالي السيناريو اللي الدولة اللي بتعمله والسياسات اللي بيتم عمل اللي هو بيسموه الجوفرنس، الحوكمة. كلمة الحوكمة دي يا جماعة مهمة جدا، ان ازاي الدولة تبدأ في تشريعات لعملية انبعاث ثاني أكسيد الكربون وتخفيضه، وتخفيضه زي المملكة العربية السعودية ما اتفقت في هذا الكلام في كوب 27 ان شرم الشيخ اللي هو عام 2022. وزير الطاقة السعودي اللي هو يعني أخو سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مضى على هذه الانبعاثات. التطبيق اللي حصل النهارده مر السنتين، التقرير طالع. التقرير طبعا بتقيسه ازاي؟ بتقيسه اون جراوند مش كتابه، بتقيس المناطق اللي فعلا تم تخفيض انبعاث الطاقه، والمناطق اللي تم استبدال الطاقه اللي هي الوقود التقليدي بالرينيوبل انرجي زي استخدامات السولار بانلز على نطاق واسع جدا ماشي. النهارده ما بتكلم على ما يسمى
ازاي تنزل بهذه الانبعاثات بنسميها كربون دايوكسيد ريموفال، فبالتالي بنسميها CDR. وطبعا اي تشينج ده بينتج عن استهلاك الطاقه، فبالتالي ان التغيير في استهلاك الطاقه ومصدر الطاقه ونوعيه التطبيق، ما تجيبليش انت بامبس تستهلك طاقه عاليه جدا يبقى ما تستهلكش بقى. من الاوروبيين كان في مؤتمر اللي هو بتاع لقينا جماعه الالمان بيقول لك احنا بنصدر لكم نوعيه البامبس اللي هي اصلا غير يعني غير مطابقه للقوانين البيئيه في اوروبا. طبعا لو بصينا ادي النت زيرو، طبعا النت زيرو هنا معناه ايه؟ بيسميه كربون ايميشنز اللي هو الكربون دايوكسيد نتيجه لاستهلاك الطاقه، سواء بقى اندستريال بروسيس، وازاي هننزل ل 2050 ما يقارب الزيرو. انا بتكلم على النهارده كان 22 في مؤتمر شرم الشيخ حوالي 42 جيجا طن اوف كربون دايوكسيد ايكويفالنت. ازاي العالم هينزل للنت زيرو؟ يعني ايه النت زيرو؟ يعني الاربعه او الثلاثه جيجا طن. الكلام ده طبعا ثيوريتيكال، لكن التراجكتوري او الحقيقه يعني انه هينزل 35. يعني النهارده ما انا قست النهارده بقول 58 جيجا طن كربون دايوكسيد ايكويفالنت، لا ده انا عاوز انزل. ولذلك محطات التحليه دلوقتي كلنا عملنا تقييم في 26 محطه ديسالينيشن، الانتاج بتاع اقل محطه بتنتج ما يقارب ب 400 الف متر مكعب في اليوم. دي الهيوج. وانا كنت اديت قبل كده ويبينار عن موضوع الديسالينيشن ميجا بروجكتس اللي هي 1 مليون كيوبيك متر بير داي. لو بصينا 2050 هيوصل للزيرو، يبقى ده معنى النت زيرو بقى، ان انت قللت انبعاث ثاني اكسيد الكربون لوصلت ما يقارب الزيرو، بدل ما كان 58 حاليا او دوت عام 2020 كان 42 جيجا طن اوف كربون دايوكسيد ايكويفالنت. المصيبه السوداء استهلاك الاويل دلوقتي، ان انت استهلاك البترول في جميع انحاء العالم. فانا بقول مثلا ان العالم من 100 ل 80 طبعا مليون بارل بالدي، ده 100 طبعا مليون برميل يوميا، ده رهيب جدا. لازم ينزل هذا الاستهلاك 100 مليون، واخد بالك؟ طبعا لما اتكلم هنا البرميل ده يعني كسعه، فانت بتتكلم على كل لتر احتراق من الاويل بيولد كربون دايوكسيد او مونوكسيد. طبعا في احتراق طبعا مشتقات الاويل زي ال N2O، N2O اللي هو النيتروس اوكسيد عن البنزين اللي هو احتراق البنزين في العربيات، حتى البنزين 90-95. فالنيت زيرو انا اوصل ل 80%، طبعا بليون كيوبيك متر، طبعا بليون كيوبيك متر يعني بتتكلم هنا بالنسبه لنا على عام مثلا 2020 يعني 4000 بليون كيوبيك متر. تخيل بقى، ده الغاز الطبيعي، الغاز الطبيعي ان هو استهلاكه اللي هو 4000 بليون كيوبيك متر. الحقيقه البوتنشال هيدروجين دي احد الكيس ستادي، ان هو عمل هيدروجين اجينست رينيوبل نيكلر، يعني جاب استهلاك الهيدروجين ونفذها الحقيقه. والحقيقه كان عنده تطبيق طبعا لموضوع النيوكلير باور، وده اول كيس ستادي بتحط النيوكلير باور مع، كلنا بنبص يقول لك ايه جرين ديسالينيشن يبقى سولار انرجي. محدش انتبه ان في محطات تعمل بالطاقه النوويه، ولا قيمها ولا عرف الاو اند ام بتاعتها وازاي حصل الاستهلاكات. لان انا ما بتكلم اللي هو بنسميه كربون كابتشر يوتيلايزيشن ستورج، بيسموه سي سي يو اس، وده المؤتمر اللي جاي يوم 15 ان احنا بنتكلم على الايه الستورج. فموضوع الالكتريفيكيشن مع موضوع الزيرو كربون او النت زيرو او الزيرو نت، كل ده بيقول ان انا اقلل استهلاك الوقود. طب ازاي؟ قال لك الجرين هيدروجين رينيوبل او النيوكلير الاتش 2 اللي هو الميه، الالكتروليسيس قلنا قديها محاضره على الجرين هيدروجين قبل كده، وازاي بيولد الكربون وسوري الهيدروجين.
والجرين هيدرو. طبعا على فكره في بلو وفي يلو وفي انواع كتيره من الهيدروجين. يعني انا شفت شركات قعدت معاها اتعلم الحاجه دي، يعني كنولج اكوايرمنت، بدل ما اروح اعمل بقى بيزنس، لا اقعد اتكلم وانت ايه الانتاج اللي عندك. فلقيت ان في 7 انواع من الهيدروجين. في النهايه لما بتكلم على الانرجي ستورج بقى، الاقي ان البرق اللي مثلا السولار انرجي، وده المؤتمر اللي جاي قلنا يوم 15 بعد 4 ايام، ان ستورج لازم تخزن طاقه بتاعه الطاقه الشمسيه الصبح في الباتريز. الشركة الألمانية اللي قعدنا معاها دي في السولار انرجي، لقينا ان الموضوع التخزين بيحصل لوسس رهيبه. وموضوع الاتربه اللي بتغطي السولار، كان في يعني الحقيقه احد السيمينار كان في مداخله ان المحطات اللي تم تقييمها في العواصف الرمليه حصل ان هي تم انسداد الاسطح الزجاجيه، وبالتالي نتج عنها لوسس حوالي 38%. فالموضوع مش انتاج السولار انرجي، لا، هاو تو ستور ذا انرجي. في النهايه الموضوع ازاي ان انا اعمل انرجي ستورج اند هيت، طبعا باستخدام الهيدروجين هيبقى موضوع مختلف تماما. والحقيقه الكلام ده بدا وتم تطبيقه في دول الخليج. طبعا الادفانتجز هنا الموتيفيشن ان انا اعمل بقى تشيب، هيبقى في استهلاك للطاقه والطاقه رخيصه. وبالاضافه ان الطاقه رخيصه، ان يبقى في عندي زيرو كربون، وبالتالي يبقى انا التزمت بالانبعاثات بتاع الكربون دايكسايد. برضو نلاقي ان موضوع التدفئه زي في روسيا واوكرانيا واللي مرت به اوروبا خلال العامين الماضيين بسبب حرب روسيا مع اوكرانيا، فنجد ان موضوع الهيتنج مهم جدا، ان هو الاندستريال هيت، طبعا ان انا استخدم بعض الحاجات اللي هي خاصه اللي هي الفابورايزيشن ماتيريالز، واعمل فاسيليشن للكيميكال رياكشنز، لان طبعا الغاز الطبيعي زي ما احنا شفنا ال 4000 بليون كيوبيك متر استهلاكات عاليه جدا، وده بمشكله موضوع الاستهلاك برضه زي الوقود الحفري او الوقود اللي طبعا اللي ناتج عن ناتشورال جاز، او ال ال جي اللي هو بيسموه ليكويد جاز. طبعا في النهايه بنقول ان الجرين هيدروجين الحقيقه هيبقى هو احد العوامل اللي هتوصلنا للنت زيرو او الزيرو كربون، لان هو يعمل الهاي كربون هيدروجين، وبالتالي هيقلل انبعاثات، وبالتالي هتخفض انبعاثات السي او 2. فبنقول ان كل النوفل بروسيس اللي طالعه حتى بتستخدم الجرين هيدروجين بدل الغاز او بدل الفحم. يبقى اذا الريبليسمنت، الاستبدال للجرين هيدروجين واستبدال الغاز الطبيعي، وده اللي تم دلوقتي في محطات تحليه جديده استخدموا الجرين هيدروجين، لان طبعا بنتج الميه وبعدين اعمل الكتروليسيس وبعدين افصل، يبقى احصل على الجرين هيدروجين، وبالتالي مصدر الطاقه بتاعها يبقى يعني مصدر. طبعا قلت لك ان في بيوند الكونسيدريشن دي كلها، في حاجه اسمها الكوست بتاع البلو هيدروجين. يبقى اذا يعني انت دلوقتي عاوز بقى تشوف بقى ايه الفرق بين البلو هيدروجين والجرين هيدروجين، ايه الفرق بين البلو هيدروجين والجرين هيدروجين. طبعا انا هقف على الحته دي الحقيقه، لان حته مهمه ان هي استخدام الهيدروجين في محطات التحليه، واستاذن يعني الحقيقه المهندسه هايدي معانا. مع حضرتك يا دكتور. ممكن ناخد مثلا يعني 10 دقايق نقف هنا. تمام، مفيش مشكله، لان الموضوع مهم جدا عشان الناس ما تنامش معانا يعني. تمام، شكرا لحضرتك الدكتور احمد على معلومات حضرتك المفيده والقيمه خلال الويبنار. هناخد بريك لمده 10 دقايق، خلال البريك هنستعرض كيفيه الوصول الى مركز المعرفه في منصه اكوا انرجي اكسبو، وكيفيه تصفح وتحميل الكتب من خلال المنصه. مرحبا بكم في مركز المعرفة لمنصة أكوا إنرجي إكسبو. هذا فيديو قصير لتوضيح طريقة استخدام مركز المعرفة بالمنصة. مركز المعرفة أو Knowledge Hub يحتوي على أكثر من 12 ألف ملف علمي في مجال علوم وهندسة المياه والطاقة، حوالي 11 ألف ملف باللغة الإنجليزية،
و1000 ملف باللغة العربية. الملفات كلها مجانية مفتوحة المصدر، يمكن قراءتها أو تنزيلها مباشرة بدون الحاجة للتسجيل. أول خطوة للوصول إلى مركز المعرفة، نكتب في محرك البحث جوجل اسم المنصة أكوا إنرجي إكسبو. كما هو واضح، نختار رابط المنصة لتظهر لنا الصفحة الرئيسية للمنصة، ونلاحظ وجود معرض افتراضي عالمي لشركات ومنتجات المياه والطاقة، وكذلك مجلة علمية وإخبارية. للوصول إلى مركز المعرفة، نختار من القائمة مركز المعرفة Knowledge Hub، وعند الضغط عليه هكذا سوف تفتح لنا الصفحة الرئيسية لمركز المعرفة، ونلاحظ أن المركز يحتوي على عدد من الأقسام في فروع مجالات المياه والطاقة. للوصول إلى أي قسم، نضغط على Categories ونختار القسم المطلوب، لننتقل إلى صفحة القسم ونتصفح الكتب. الطريقة الثانية والأفضل هي الكتابة في مربع البحث عن أي موضوع نرغب في الحصول على أي ملفات فيه، مثلاً Desalination، ونضغط بحث. تظهر لنا الملفات التي لها علاقة بالبحث كما يلي: إذا أعجبك كتاب معين وتريد الاطلاع عليه أو تنزيله، تقوم بما يلي: الضغط على غلاف الكتاب ليظهر لك اسم الكتاب. عندما تضغط مرة أخرى على الغلاف، يفتح لك صفحة الكتاب، وفيها يمكنك قراءة الكتاب من هنا، أو تنزيله من هنا، أو تصفح الكتب المشابهة من هنا. ونأخذ مثالاً آخر للكتب العربية. نكتب مثلاً تحلية في مربع البحث، ونضغط بحث. تظهر لنا الملفات التي لها علاقة بالبحث كما يلي: إذا أعجبك كتاب معين وتريد الاطلاع عليه أو تنزيله، تقوم بما يلي: الضغط على غلاف الكتاب ليظهر لك اسم الكتاب. عندما تضغط مرة أخرى على الغلاف، يفتح لك صفحة الكتاب، وفيها يمكنك قراءة الكتاب من هنا، أو تنزيله من هنا، أو تصفح الكتب المشابهة من هنا، أو الدخول على المجلة أو المعرض الافتراضي، وسيتم شرحهم في مرات قادمة. وأخيرا، نرحب بكل الزوار الأعزاء لمركز المعرفة بمنصة أكوا إنرجي إكسبو، ونتمنى لكم الاستفادة من المراجع العلمية ودوام الرقي والتفوق والتقدم. أخوكم مهندس محمد خليفة. خالد،
أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. أهلا بك يا باشمهندس هايدي. طيب، بسم أهلا الله الرحمن الرحيم. بحضرتك يا دكتور. سمعني؟ شكرا جزيلا. نستأنف إن شاء الله، توكل على الله. الشيرينج واضح؟ حضرتك الشيرينج واضح؟ لا هو لسه مش ظاهر. مش ظاهر الشيرينج؟ ممكن حاجة توقفه وتعمله مرة تانية؟ ماشي. تمام. تمام كده يا دكتور، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي الكريم سيدنا محمد خاتم الرسل والنبيين، الذي علم المتعلمين والمعلمين، وقل رب زدني علما وما توفيقي إلا بالله. نستأنف مع بعض. الحقيقة الجلوبال ووتر ريسورس ليها علاقة طبعا بالإنرجي ريسورسز، يعني في علاقة زي ما قلنا ما بين الووتر وما بين الإنرجي. طبعا استهلاك زي ما قلنا الطاقة دوت ناتج عن اللي هو ما يسمى بالانبعاثات الحرارية وانبعاثات غازات الجرين هاوس جازز والمشاكل اللي موجودة في الجلوب. وطبعا لو احنا مش هننتبه للمشاكل دي يبقى ايه القيمة من العمل؟ ايه القيمة من محطات التحلية ومحطات معالجة ومحطات الوست ووتر تريتمنت؟ يعني اذا كنت انت بتفسد في الارض زي صوره الروم ما ظهرنا، يبقى اذا معنى ذلك الاهتمام ان المهندس مش يطبق وخلاص، لا، لابد ان هو يحسب الكربون فوت برنت ويشوف الانرجي كونسامشن ويبقى هو اللوست انرجي كونسامشن. طب هنتكلم على اللو كربون اند رينيوبل انرجي، وده موضوع مهم جدا الحقيقه. ده انا حاطط اللينك اللي هو التقرير دوت، والحقيقه التقرير دوت جايباه الامم المتحده، برنامج اللي هو بيسموه البرنامج البيئه والانفايرمنتال. طبعا عشان نفهم موضوع الموديلنج كي بي اي الخاص بالجزء ده لازم نفهم ان انت بتقول انت لو عندك بايو جاس كانرجي يعني، وعندك استهلاكات للطاقه، وعندك مصادر للطاقه. ده اللي انا بديت بيه الحلقه النهارده، اللي هو ازاي تربط ما بين الانرجي سورس وما بين الانرجي كونسامشن وما بين الابليكيشن. طيب الانرجي سورس لما نتكلم على البايو جاز او نتكلم على النيوكلير انرجي او نتكلم على اي مصدر تاني، وموضوع التاثير البيئي الانفيرومنتال، وموضوع الووتر يوزج واستهلاكات الميه والانبعاثات الحراريه، والمعيار اللي هو الكي بي اي اللي هو كيلو جرام كربون دايكسايد ايكويفالنت لكل كيلو جرام اتش 2 عشان تنتج هيدروجين. طب هل انتاج الباور اللي هتعمل لها الالكتروليسيس، يعني انت عشان تعمل جرين هيدروجين فنجد ان عشان اعمل برودكشن للجرين هيدروجين او البلو هيدروجين لابد ان انت تشوف الابليكيشن اللي هو هيعمل عمليه الالكتروليسيس، وان انت تفصل ذرتين هيدروجين، يبقى الانبعاثات دي بتتحسب. فبنقول ان البرفورمانس هنا بتاع الهيدروجين عشان تقيم المشروع بتاعك زي مدينه مثلا نيوم، زي مثلا مدينه تروجين او هيكسجون او مدينه سكاكا او مثلا مدينه العالمين في مصر او مدينه العاصمه الاداريه الجديده، دي المدن الجديده اللي بيتم فيها تقدير المعايير الخاصه بالكربون دايوكسيد. ان انا احسب الكي جي او سي او 2 لكل كيلو جرام هيدروجين، واحسب الانرجي مصدر الطاقه واستهلاك الطاقه، تاثير البي والتاثير الاجتماعي والجفرنس. قلنا الجفرنس الحوكمه اللي هي تطبيقات التشريعيه اللي هي طبعا بيقوم بيها المجالس التشريعيه غير السلطات التنفيذيه. يعني انا بقول ان المشكله في تشريع القوانين، وده اللي هو عمل الاي بي سي سي. يعني الاي بي سي سي اللي هو ناتج عن الكوب طبعا 21 في باريس 2015، هو ده التشريع الاساسي للعالم بتلتزم بيه.
البرفورمانس بقى هتشوف الامباكت اللي جاي عندك وقد ايه كام كيلو جرام من مثلا البايو جاز او مثلا من بيسموه الويت كوفيشنت يعني. والميثودولوجي دي كانت بايو جاز نيوكلير سولار انرجي وخلاف. طبعا لو بصينا كده هنلاقي ان الجرين رينيوبل انرجي مع الكلين هيدروجين الاثنين في اختلاط الحقيقه. يعني لما اتكلم على رينيوبل والجرين انرجي وبعدين اتكلم على اللو كربون والكلين هيدروجين، يبقى اذا معنى ذلك ان انتاج الهيدروجين دوت في الميثود اوف برودكشن ليه برضه تقييم. ليه؟ لانك انت لازم تعرف ان هي مرتبطه بالكربون ايميشن او الانبعاثات اللي بتنتج من البرودكشن، وبالتالي بلاقي ان الهيدروجين حتى الان انتاجه في العالم انا ما وجدتش ستاندرايزيشن موجوده، نو جلوبال ستاندرايزيشن فور هيدروجين برودكشن اب تيل ناو. يبقى هنا لازم المواصفات اللي تربطني والمنظومه اللي موجوده عبي انتاج الجرين هيدروجين. طبعا عشان اقيم برضو الهيدروجين بيرفورمانس لازم ان انا ادي الويت اللي هو خاص قديم بعاس كي جي اوكسجين اسف كربون دايكسايد ايكويفلنت. يبقى نتيجة ان انا بعمل برودكشن لكل واحد كيلو جرام هيدروجين اتش 2 يبقى لابد اشوف انبعاث الكربون. تاني حاجة ابص على استهلاك المية، وعلى الهيدروجين ده جاي منين؟ من الـ H2O، الـ H2O اللي هي المية. ازاي ان انا اعمل افصل جزيئات المية؟ يبقى اذا قد ايه هاخد كام كيلو جرام مية؟ يبقى اذا استهلاك المية واستهلاك الوقود. في النهاية اقول ان انا عندي جرين هيدروجين او رينيوبل هيدروجين، رينيوبل هيدروجين او لو كربون هيدروجين او كلين هيدروجين او اي نوع من الهيدروجين بقى. يبقى اذا في فرق تفرق ما بين الجرين والرينيوبل واللو والكلين. وبعدين التشريعات بقى الخاصه سواء بالجرين هيدروجين اللي هي جي اتش 2، اتش 2 يعني ذرتين هيدروجين، او الار اي اتش 2 اللي هو رينيوبل هيدروجين، او ال سي اتش 2 اللو كربون هيدروجين، او السي اتش 2 اللي هو الكلين هيدروجين، وبالتالي اوصل للهيدروجين بيرفورمانس كلاس اللي هو الاتش بي سي. كل ده بيرتبط بالمنظومة اللي قلنا عليها، المعادلتين اللي احنا حطيناهم في البداية. في النهاية بقى الباور بتاعتك هل هي ويند؟ هل هي سولار هيدرو باور؟ يعني احنا عندنا محطات شغالة بالوقت بالويند، وفي محطات شغالة بالتايدز بطاقة المد والجاز، محطات شغالة بالهيدرو باور. ماشي؟ وبعدين ابص على التأثيرات الخاصة باستهلاكات الفيول والبيتروكيميكالز، وبعدين ابص على المنظومة الاتش باك اللي موجودة عندي الهيت والريفريجريشن، واربط كل ده مع بعض، فبنلاقي ان الديفينيشنز كلها بتنتج لي زي الـ هنا هو بينتج الحقيقة الجرين هيدروجين هنا بينتجه من الطحالب، بيستخدم المايكرو ألجي في انتاج الطحالب، وده حقيقة يعني عجبني قوي الاكسبرمنتال بروتوتايب. هو الحقيقة يعتبر حتى الان يعتبر بروتوتايب لسه يعني في مرحلة البايلوت، ان انا انتج الجرين هيدروجين من المايكرو ألجي. بعد كده نشوف اللي هو الفوسل هيدروجين، وبعد كده اشوف الكابتشر بتاع الهيدروجين، يعني انا دي عملية الكربون اللي بيتم استهلاكه، وبعد كده اشوف الوقود الصناعي هل فعلا ممكن نعمل هيدروجين، يعني نعمل سينثاتيك فيول ما يؤثرش على البيئة. ده تريند جديد ان انا ابص على السينثاتيك فيول، تصنيع الوقود الذي يؤثر على البيئة. دي الانواع اللي قلت لك عليها، يعني مثلا انا ما اتكلم على الهيدروجين سواء يلو هيدروجين، بلاك هيدروجين، جراي هيدروجين، تيركوايز، بلو، بيربل، جرين، بينك، ريد، اكوا، وايت، شوف 11 نوع. مقارنته مع الكربون انتنستي، طبعا انا لما اقول مينيمم كربون انتنستي مثلا الجرين هيدروجين 0.6، لكن لما تيجي تبص على الريد هيدروجين تلاقي 0.3. يبقى اذا انت لما تقول ده المينيمم، لكن لما تاخد الماكسيمم هتلاقي 1.8، لكن في الجرين هتلاقي 6.6. طبعا ده يهمك ان انت تشوف ان الجرين هيدروجين بلاش انتجه من استهلاك الوقود، ممكن استخدم السولار بانل
توليد الباور، يبقى اذا الرينيوبل انرجي لو اصبحت سورس لانتاج الهيدروجين اصبح هو جرين هيدروجين. يعني لو استخدمت في انتاج الهيدروجين الرينيوبل انرجي زي السولار زي الويند، يبقى اصبح بالنسبه لي هو اللو كاربون باور. يبقى ده تعريف. لما تيجي تتكلم بقى تقول ال سي بي في اي مجتمع واي اجتماع، يبقى ال سي بي يقصد بيه انتاج الهيدروجين من مصادر رينيوبل انرجي such as wind, such as solar panels, such as tides or hydro power. ونسد العالي هيدرو باور يا جماعة. يبقى اذا معنى ذلك ان احنا بنقول ده low carbon power. وبعدين النهاردة ما اتكلم على low carbon power، يبقى اذا اتكلم على lower greenhouse gas. ماشي، مقارنة بقى باستهلاكات الفحم واستهلاكات الوقود التقليدية. وبالتالي يبقى اذا اللو كاربون نقدر نعرفه ان هو انتاج رينيوبل انرجي، ويند سولار هيدرو، وممكن استخدم الحقيقه البايو جاز. ولكن هنا البايو جاز يعني خلينا نبص على انتاج السي اتش 4 اللي احنا بدانا بيه الحلقه. عشان كده انا بدات الويبينار بموضوع الجي اتش جي بتاع الجرين هاوس جازز، وقلت لك سي اتش 4 الميثان احتباس الحراري بتاعه 84 اقصى، يعني يتراوح من 24 ل 84 تايمز من الكربون دايوكسيد بيحتبس فوق. يبقى معنى ذلك ان انت ما تفرحش بالبايو جاز وتقعد بقى تسقف زي المؤتمر اللي فات ولا الانفراستراكشر، احنا بايو جاز احنا بايو جاز. لا، انت هنا الكنترول، هل هتحرق الميثان؟ طيب انتاج الميثان هل هتستخدمه في الباور جينيريشن؟ طيب هل هينتج عنه ايه؟ المنظومه كلها لازم تتفق زي ما وضحناها في الست كرايتيريا. وفي النهايه اقول ان ده له الحقيقه دكتور مانسوز، هو الراجل اللي عمل الكلام ده في برنامج الامم المتحده، وراجل خبير، واعمل له فيلو في الريسيرشز بتاعته، هتلاقيه عنده يعني بايلوت ستادي وعنده بروتوتايبس تصرف عليها طبعا برنامج اليونايتد نيشنز فور انفايرمنتال. يبقى اذا لازم احسب اللايف سايكل بتاع الجرين هاوس ايميشن وعشان اوصل للبرودكشن بتاع الرينيوبل هيدروجين. لو انت حسبت اللايف سايكل دي يبقى انت مهندس فعلا، وضحت التاثير البيئي من محطه التحليه مش موضوع استهلاك وخلاص. وطبعا احنا بنقول ان في النهايه الرينيوبل هيدروجين هو الجرين هيدروجين. يبقى الصوت هيدروجين فروم رينيوبل هيدروجين بروديوست ثرو الكترولايسيس بات باورد من رينيوبل هيدروجين. ليه؟ لان الالكتريستي او الالكترولايسيس او الالكترولايزرز اللي استخدمت في انتاج الهيدروجين كانت رينيوبل انرجي. وبالتالي بقى لما تقارن بقى اللو كاربون هيدروجين، هل هو فوسيل بيست، هل هو الكتريستي بيست ريديوسد، ولا من جرين هاوس؟ وطبعا رينا طبعا اساتذه في الحاجات دي، وطبعا الموضوع اللي هو الفوسل هيدروجين برودكشن وما يسمى بقى بالبلو هيدروجين. يبقى اذا هنا بقول ايه، ان انا بقول الستيم او بخار الميثان ريفورمينج والفورمينج كاربون كابتشر، ان انت بتولد بقى ما يسمى بالبلو هيدروجين. وبدل ما يبقى عندي بقى الالكتروليسيس ممكن اخش في الناتشورال جاس البيروليسيس، ويبقى الهيدروجين بنسميه تركواز، اللي هو اللون اللي هو ايه، وتلبس كده يعني بدله تركواز وشكلها جميل مايله للون اللي ايه اللبني. ويبقى في النهايه انا وصلت النوع البلو وعندي الجرين وعندي التركواز، وبالتالي يبقى في بالنسبه لي انا وصلت الرينيوبل هيدروجين. والحقيقه بنقول ان اللو كاربون هو يعتبر يعني سواء البلو او التركواز هيدروجين او موضوع الالكتروليسيس من الجرين او الرينيوبل انرجي، ده يعتبر هو المصدر الاساسي للتحكم في الانبعاثات. طبعا في النهايه نلاقي ان الصين استخدمت الكلين هيدروجين وقال ان هو الكول جاسيفيكيشن وصل 29 كيلو جرام، قلنا بنقيس بالكيلو جرام كربون دايوكسيد ايكويفالنت كل كيلو جرام هيدروجين ايه بروديوسد. ما هي دي المعادله، انت قد ايه استهلكت ايه عشان تنتج كيلو جرام هيدروجين، قد ايه انبعاث الكربون دايوكسيد ايكويفالنت. لو بصينا هنا نلاقي ان الكلين اتش 2 والرينيوبل اتش 2 هو واحد، والرينيوبل اتش 2 هو الجرين، ولا الكلين اتش 2 والجرين في النهايه بنقول هو النهارده هو الجرين هيدروجين.
ولكن الريسايكل بتاع الكلين او الرينيابل هيدروجين هم كلهم يعتبروا دايره واحده. في النهايه هو رينيابل هيدروجين، هو رينيابل هيدروجين، يبقى الجرين هيدروجين هو رينيابل هيدروجين. ولكن للاسف ما فيش حتى الان ستاندر زي ما احنا حسبنا الثيرمال اللي هي انرجي اللي هي بالجول قد ايه كربون ديوكسيد ايكويفالنت لكل ميجا جول. فلو قدرنا نعمل ستاندرايزيشن الحقيقه يعني للموضوع دوت، يبقى اذا اصبح ممكن العالم كله يبتدي يتجه للمواصفات ديت، ويبتدي نشوف موضوع الايه الاستخدامات الخاصه بالجرين او ما يسمى بالكلين هيدروجين. وبالتالي اقدر اخفض اوصل للنت زيرو. كله مرتبط، شوف بقى النت زيرو اديتهولك ليه؟ عشان اخفض انبعاث الطاقه ل 90% من النت زيرو. في النهايه طبعا الهيدروجين ممكن اعمله سينثيتك، انتجه من سينثيتك فيول، ان انا اصنع فيول خاص لانتاج الايه الجرين. بس لما اجي اصنع الفيول، هل الكربون دايوكسيد مش الاخبار ايه؟ كيلو جرام اكسجين بتاع سي او 2 ايكويفالنت. يبقى هنا في النسبه لما بص الميشن اللي موجوده كام كيلو جرام سي او 2 ايكويفالنت كل كيلو جرام هيدروجين. فلما اقول مثلا الرينيوبل او الكلين هيدروجين او اللو كربون، بنلاقي الصين واوروبا والمانيا، الحقيقه المانيا متقدمه في الموضوع ده، يعني انا واصل ل 2.7 من 10. طبعا عشان اوصل 2.7 من 10 حقيقه في المانيا ده اقل حاجه في العالم، واخد بالك اقل حاجه في العالم. يبقى اذا 2.7 من 10 كيلو جرام كربون دايوكسيد ايكويفالنت لكل كيلو جرام هيدروجين، دوت المعدل الخاص بانتاج الجرين هيدروجين في الالمان حسب الكيو في والاس يو دي. يبقى الكرايتيريا في النهايه قد ايه كيلو جرام اكسجين، سوري كربون دايوكسيد ايكويفالنت لكل كيلو جرام هيدروجين، وقد ايه ميه مستخدمه، قد ايه ميه مستخدمه، لان انت عشان تكتب تنتج كيلو جرام هيدروجين على شو الووتر كونسامشن بالنسبه لك قد ايه. تحسب بقى اللايف سايكل. وبرضه لو استخدمنا البايو جاز، لان بعض الناس في المانيا دلوقتي بيدخلوا معانا البايو جاز في الحسابات، وبعدين بتشوف بقى هل في النهايه البرودكشن اللي جاي عندك عشان تعمل الكتروليسيس او جازيفيكيشن للو كربون هيدروجين، او ان انت تستخدم الناتشورال جاز بدل ما تستخدم اللي ايه البايو جاز الناتشورال جاز. وبالتالي يبقى اذا الكربون اخباره ايه في الانبعاث. في النهايه المحطات كلها تشتغل بالجرين هيدروجين اتش 2، وده الحقيقه يعني في محطات حاليا بالان جي او الناتشورال جاز، وحاليا في الاتش 2. هنا بيوري لك الطاقات الهيدروجين في النت زيرو اللي هو بتاع 2050 اللي احنا قلنا عليها، وده عشان كده نديتك هنا النت زيرو السولار بي في الويند السولار كونسنتريتور. ده تكنيك جديد في الحقيقه، بيعمل دبل باي لاترال سولار بانلز، وفي الوسط يعمل كونسنتريشن، فبالتالي يبقى عنده ايه دبل راديشن فروم بوث سايد رايت اند ليفت، الهيدرو باور النيوكلير انرجي واستخدام الفحم. هنا برضو بيدي لك معدلات اللي هي خاصه بالهيدروجين عشان يقلل لك الانبعاثات اللي خاصة بالحرارية والاحتباسات الحرارية. وهنا في حاجة اسمها ليكويديشن او ان انت تعمل كونفيرجن للامونيا. يبقى اذا لو عملت ليكويديشن للهيدروجين تعمل كونفيرجن للامونيا، ليه؟ ان الامونيا NH3. يعني انت ما يكون عندك هيدروجين H2 واخد بالك وتعمل له ليكويفيشن، يبقى انا ال NH3 يبقى انا ولدت الامونيا، يبقى الامونيا انا مستخدمها. في النهايه بقول ان الجرين ولا البلو، البلو دوت من الناتشورال جاز، يبقى اذا لو استخدمت الناتشورال جاز وانتجت الهيدروجين يبقى اصبح اسمه بلو هيدروجين. لكن لما استخدم الطاقه الخضراء زي طاقه الشمس وطاقه الرياح والهيدرو باور يبقى اسميه جرين هيدروجين. يبقى اذا ايه الفرق بين البلو هيدروجين والجرين هيدروجين؟ اللون الاخضر والازرق، مش ده لون ازرق وده لون اخضر، لا، لان السورس بتاع البرودكشن ناتشورال جاز بلو، اما السورس بتاع رينيوبل انرجي يبقى جرين. يبقى البلو هيدروجين بروفايد لو كربون فيول عند اللور كوست عن الجرين هيدروجين. يبقى ميزه البلو هيدروجين ايه بقى؟ ان الهيدروجين الازرق اللي هو البلو يعتبر في استهلاكات بالنسبه لي لو كربون فيه، وانا بدور على اللو كربون،
لكن الجرين هيدروجين ابروتش اللي هو هو يعتبر سستينابل، يبقى اذا ايه، لكن كوست بتاعته عاليه. خلي بالك التكلفه النهارده في السعوديه عاليه جدا للجرين هيدروجين مقارنه للبلون هيدروجين. واحنا قلنا سعودي ارامكو يعني قصه البلو ده الحقيقه، يعني لما تتابع الموضوع ده وتشوف قصه الصين والدخول البلو هيدروجين، الله طب انت يبقى اذا السعوديه صدرت للصين بلو هيدروجين. الحقيقه يعني حاجات يعني لازم الناس تنتبه اليها، ان برضو موضوع الجري هيدروجين وبعدين التركواز هيدروجين، واخد بالك في النهايه احنا بنقول ان الجرين هيدروجين بلو هيدروجين او حتى البراون هيدروجين او اليلو هيدروجين او التركواز هيدروجين او البينك هيدروجين. يبقى في النهايه انا بقول ايه السورس بتاع الانرجي، هل استخدمت الناتشورال جاز بقى بلو هيدروجين ولا استخدمت الرينيوبل انرجي اصبح هو جرين هيدروجين. يبقى جرين هيدروجين بروديوست، ده ملخص واخد بالك من رينيوبل انرجي. والحقيقه بيقولوا ان احنا 2030 اننا 10 جيجا وات اوف نيو لو كربون هيدروجين برودكشن كاباسيتي، 10 جيجا وات. ده طبعا المصدر لو كربون، شركه بتستخدم لانتاج الجرين هيدروجين. الالكترولايسيس هنا زي ما انت شايف بتفصل الالكترود وانود، الاكسجين عند البوزيتيف هنا الهيدروجين عند النيجاتيف، وبالتالي بتقدر تفصل الايه الكلام دوت بالالكترولايزر، وبعدين الديستريبيوشن والستورج توصل للنت زيرو ايميشن او النت زيرو اللي احنا اتكلمنا عليه. اما بالنسبه ل الجراي يبقى يقصد بيها الميثين او السي او 2، اما البلو يبقى ناتشورال جاز، اما الجرين هيدروجين هيبقى يقصد بيه او اللو كربون بقى، يعني تقول جرين هيدروجين يا اما بلو اند جرين، اقول لو كربون هيدروجين يقصد بيه بلو او جرين، يعني مصدر انتاجه من الغاز الطبيعي او مصدر انتاجه من طاقه الرياح او الشمس. هنا طبعا بيوري لك الديفرنت كلرز اليلو والكراز والبلاك، ماشي. طبعا كلمه بلاك هيدروجين يعني واحد يروح يجيب يحرق فحم عشان يطلع هيدروجين، يبقى اذا ما عملش حاجه. ليه؟ لان ضر البيئه، لان انبعثت احتراق الفحم ادى ايه، او احتراق الوقود او احتراق البترول. يبقى اذا لما اتكلم على الكول جاسيفيكيشن يعني انتاج الهيدروجين من الكول، هو بلاك، هو بلاك، يبقى اذا دي مصيبه سوداء، ماشي. لكن لما اتكلم مثلا على بايو جاز، لما انتج استخدم البايو جاز لانتاج الهيدروجين اصبح جراي، برضه مصيبه سوداء، اللي مطلع 18 كيلو جرام سي او 2، واخد بالك. اليلو هيدروجين ان انا استخدم الكهرباء الناتشورال جريد، واخد بالك. يبقى اذا معنى ذلك هنا حسب نوعيه الجريد. لكن التركواز هيدروجين واخد بالك ان انا استخدم اللي هو حاجه اسمها البلاموليسيس الالكتريستي، وده بيبقى داخل فيه انخفاض يعني يوصل 16 كيلو جرام ثاني اكسيد كربون. اما البلو قلنا انتاجه عن طريق الايه الناتشورال جاز، اما الجرين عن طريق الالكتريستي عن طريق السولار ويند او عن طريق الهيدروجين. فده في النهايه بيوضح انواع الهيدروجين، عشان بعض الناس بتسمع وخلاص وتقول لك ايه هو ده وايه هو ده، ولكن انت قيمت ده وشفت تطبيقه، قيم المنتج قبل ما تقيم الاستهلاك. والكوميرشال دايما جميع الشركات في العالم لما تقعد معاهم يقول لك الكوميرشال مسليدنج للار ان دي. في النهايه الهيدروجين لو كربون كلين، ولازم نعرف ان ده تم انتاجه بالفعل من الطاقه الشمسيه، وايه الانفيرومنتال امباكت على السوشيال، وايه الجفرنس اللي موجود عندك. طبعا الجيوثيرمال انرجي مهم جدا بقى ان انت تشوف موضوع الجيوثيرمال انرجي دي. الحقيقه يعني انا بقول ان احنا طبقنا التايدل اللي هي اللي كان فيه طبعا 2015 كان فيه مؤتمر اسمه مؤتمر اقتصادي في شرم الشيخ، عقد في جوليفيل، واحنا كنا في حاجه اسمها دومينا كورال بيتش، وكان في الوفد العماني ادى نموذج للتايدل اوشن انرجي ان انا اعمل محطه لطبعا كان يعني الله يمسيه الخير كان يحب مصر قوي الوزير خارجيه يوسف بن علوي، وانا خدمت الحقيقه في سلطنه عمان يعني اكثر من سنتين. فالنهارده المحطه اللي هي بتعتمد على انخفاض وارتفاع مناسيب الميه نتيجه للتايدز او المد والجزر يعني او التقلب في الووتر فلكتويشن بينتج عنه الموشن، والموشن تنتج عنها ماجنتيك فيد، والماجنتيك يحول الكتريكال، فبنسميها تايدال اوشن او بيسموها تي او سي. والحقيقه جيوثيرمال كمان ان انت تستخدم غير خلي بالك غير السولار، الطاقه ان انا استخدم الايرث واستخدم الجيو هيت ترانسفير
وطبعا البايوماس مستهلكه ومن زمان في مصر حضرتك الجبل الاصفر، واستخدمناه عندنا في مشاريع كتيره جدا ايام المعونه الهولنديه في من حوالي 40 سنه في الفيوم. وطبعا الناتشورال جاز مهم جدا نعرف موضوع الانرجي، واخد بالك ان احنا بنقول 1 كيلو جرام هيدروجين 420 جرام من ثاني اكسيد الكربون، واخد بالك. ولكن لما نبص بقى للميه، الميه بتقول 1 كيلو جرام هيدروجين، انت عشان 1650 كيلو جرام بتاعنا جرام من ثاني اكسيد الكربون. الله، يبقى اذا الانرجي ريكوايرد عشان واحد كيلو جرام هيدروجين عاوز 420 جرام انبعاث ثاني اكسيد الكربون. لو استخدمت الميثين او الغاز، يعني الغاز يعني، لكن لو انتجت الهيدروجين عن طريق الميه، واخد بالك، اللي هي موضوع الالكترولايسيس، ها ما قلنا في حاجه اسمها ايه، بيرولايسيس، انتاج الميثين ده سورس للانرجي اللي هي قلنا ان انتج منها هيدروجين. لكن لو استخدمت الالكترولايسيس الانرجي هنا كام؟ يبقى انبعاث 1650. ارامكو مع الانرجي ايكونوميك جابان بارتنرشيب الحقيقه سابق مع ارامكو سكسسفولي برودكشن للبلو امونيا، والحقيقه بلو امونيا سافرت اليابان، يعني بيصدروا البلو امونيا عن طريق ارامكو بالتعاون مع سابك، وده يعني يعتبر انجاز اتشيفمنتس الحقيقه. والنهارده بنقول ان الامونيا ككومباوند هي بتبقى هيدروجين ونيتروجين، يعني هو ان بنقول ايه H2 وبعدين اضيف لي النيتروجين، يبقى اذا الامونيا يبقى NH3 او ليكويد يبقى NH4. طبعا احنا عندنا في الصرف الصحي بنقول الامونيا جايه من اورجانيك، يبقى ما في ان اورجانيك، يبقى الامونيا ان اورجانيك، خلي بالك، يبقى الامونيا ان اورجانيك نيتروجين، ان اوعى تودي للاورجانيك نيتروجين، دي حاجه ثانيه، يبقى في ان اورجانيك وفي اورجانيك، لان الان اورجانيك اوكسيدايزد، يعني انت تقدر تحول الامونيا ل ان او 2 نيتريت ان او 2، وطبعا باستخدام البيولوجيكال سواء نيتروس مونات او تحول ان او 2 نيترو ان او 3 نيتريت، يبقى اذا موضوع النيتريفيكيشن. وطبعا هنا السعوديه انتجت، اضافت النيتروجين للهيدروجين وانتجت الامونيا وصدرتها لليابان. نجاح الحقيقه انرجي ريكويرمنت بقى ده في النهايه هو الهدف الرئيسي اللي هوصل ليه من كل اللي احنا عاملينه ده كله، ان انا اوصل للانرجي والاميشنز، ان انا اوصل ايه الانرجي ريكويرمنتس لمحطات التحليل. كلنا منتظرين الحته دي، انا استهلك طاقه قد ايه. يبقى اذا كل التصميمات انا عندي، يعني طلعنا يعني سواء كان فيشنا انوا اكواليا مش عارف شركات فيوليا سويس شركات بتنتج، يا جماعه هل المنظومه اللي طبقتوها؟ تيجي تقول له كده يقول لك مالكش دعوه. ولذلك انا بقول اي ابلكيشن يجي خارج القطر الاسلامي لابد ان يقيم في بلده قبل ان ينتج. ليه؟ لان انا والله رحت زرت احد بلاد في المانيا من اكتر من 30 سنه، وفوجئت ان هو بيطلع الميه بالووتر ويل، فبيسالني بيقول لي انت، بقول له فين الصوت البامب؟ قال لي ما فيش بامب. انت حضرتك منين؟ قلت له انا اصلا من مدينه فيوم. قال لي انت قاعد في فيوم مش فاهم حاجه. قلت له ليه؟ قال لي مش جنبيك الووتر ويل؟ قلت له السوائل دي بتنتج، النوعير دي في سوريا مثلا بتنتج ازاي؟ بترفع الميه من تحت لفوق بالسنتريفيوجال فورس باتجاه الميه، احنا بنستخدمها. قلت له طب ليه كيس بي؟ احنا جايين مع كيس بي. قال لي كيس بي بيضحكوا عليكم، جايبينكم هنا عشان تاخدوا مضخات تستهلكوا وقود وتطلع ثاني اكسيد الكربون وتدمر البيئه. يبقى اذا انا اي بي اس ولا كي اس بي، النهايه انا ليه ما استخدمش الانفايرمنتال تكنيك اللي مستخدم في المانيا، اشوف هم بيستخدموا ايه واجيبه، مش انا مكسب وخلاص. وده ظهر الفساد في البر والبحر، الناس بتدور على المكسب فقط. خلال 40 عام يعني في اكثر من 22 دوله لم اجد شخص يعني الهدف من التكنولوجي ان يكون هدف غير كوميرشال بحث، مفيش، كله عرب وولد، يعني اكسبورتنج ذا بلاك تكنولوجي، بيسموها البلاك تكنولوجي اللي انا حاططها بالبلاك دي، اللي هي ايه؟ بلاك تكنولوجي كومباشن اوف فوسيل فيولز. ها
هما بيسموه كده، بيقول لك انتو بلاك كانتريز ليه يا عم؟ ان انت كومباشن اوف فوسيل فيوز. تشاينا، تشاينا اكبر معدل انبعاثات. طبعا لما اتكلم على الانرجي ريكويرمنت للميه البحر للسي ووتر، فلما اقول ان السي ووتر مثلا عندي 35000 بي بي ام عند درجه حراره طبعا 25، انا هستهلك لكل كيلو وات متر مكعب استهلك 0.86. طبعا لما انا شرحت لك الثيرمال يونت اللي هي بتاع الجول، فانا لازم احول الكيلو وات للكي جي او اللي هي الكيلو جول. طبعا ان انا يبقى اذا 3، يبقى اذا كل 0.86 كيلو وات كيوبيك متر برودكشن اوف ديسالينيتد ووتر فروم سي اوف سالينيتي 35000 جرام بير لتر او 35000 بي بي ام، يبقى محتاج 3 كي جي طبعا من الايه من الباور او 0.86 كيلو وات. ثيوريتيكالي هو بيقول لك ان 1 كيلو وات اور بير كيوبيك متر، الحقيقه انا شفتها 2.2 و2.5، الحقيقه مش عمرنا ما شفنا 1 كيلو وات بير اور، فيعني 1.8 to 2.1. شوف استهلاك، وساعات بتوصل الحقيقه يعني استهلاكات اعلى بكتير من كده. هنا لما جينا نبص مثلا يعني الام اس اف والام اي دي، طبعا المالتي سيكوينشال فلاش او المالتي افكت ديستليشن او التي في سي اللي هي بالتبخير او الار او، هنجد ان يعني لو خدنا محطه مثلا الايكويفالنت انرجي قد ايه في الار او؟ 3.5 واخد بالك كيلو وات متر مكعب، يعني هي اقل استهلاك للطاقه الار او، ولذلك هم بيعملوا شات اوف دلوقتي زي ما حط الجويل ويشيل ام اس اف يحط ار او، في الشعيبه يشيل ام اس اف يحط ار او، عشان عشان هو ماضي اتفاقيه وقال ان انا عاوز اقلل انبعاثات حراريه والسعوديه تبقى جرين انيشيتيف والطاقه الخضراء و2030 والفيجن، يبقى اذا انا عشان اطبق الميدل ايست او مبادره الشرق الاوسط الخضراء، الحقيقه انا وصلت لهذا الكلام. لكن لما اتكلم على ام اس اف 13 كيلو وات لكل متر مكعب، انا يهمني ده ان انت المالتي سيكوينشال فلاش كثيرمال ديسالينيشن شات اوف، لان هي ذا موست سورس اوف انفايرمنت نيجاتيف بوليوشن او امباكت. برضو لو ما تتكلم على الار او، الار او الالكتريكال كونسومشن بتاعها يعني حوالي 3 كيلو وات اور كل متر مكعب، لكن انا بتكلم على الايكويفالنت هنا. طبعا هو خد محطات في الرينج بتاع ال 25000 متر مكعب، مش محطات كبيره. فاحنا بنقول هنا في حاجه اسمها الجين اوت بوت ريشيو او الجي او ار، يبقى اذا هنا النهارده ان انا اوصل للاستهلاك. طبعا لما تبص على استهلاكات الجي او ار بقى في الام اس اف 190، يبقى الجين هنا ايه؟ الجين اوت بوت ريشيو ايه؟ ان هو تاخد ال 190 دي نتيجه ل الثيرمال انرجي كونسامشن ككيلو جول، ككيلو جول. لو حولت الكلام دوت لالكتريكال ايكويفالنت هتلاقي 9.5 كيلو وات اور لكل متر مكعب. يبقى اذا اللور فاليو اللي احنا شفناه طبعا هنا بيستخدم في البريثر كوندنسيشن، واخد بالك عند حوالي 0.1 بار، واخد بالك ده برضو بيستخدم الانرجي ريكفري طبعا الهيت اكسشينج، واخد بالك برضو بيستخدم الستيم اكستراكشن، واخد بالك في النهايه ان الجي او ار انكلودز ستيم وهيت فور فاكيوم سيستم. ده طبعا مكتب استشاري قام بالكلام ده، الحقيقه ممتاز يعني. الووتر انرجي نيكسس، ايه العلاقه بقى النيكسس الريليشن شيب الانتر ريليشن شيب بالسستينابيلتي؟ انا بقول ان 4000 بليون كيوبيك متر، واخد بالك كووتر ديماند 4000 بليون كيوبيك متر للعالم ووتر ديماند، مصيبه سودة يعني 4000 مليار متر مكعب من المياه، واخد بالك وهتزيد على فكره وهتزيد. طب بالنسبه للجلف الدول الخليج الجي سي سي، واخد بالك الووتر ديماند حوالي 46
بليون كيوبيك متر، 46 بليون كيوبيك متر. حاليا حوالي 38 تقريبا، 38 تقريبا اخر تقرير في مجلس العرب للمياه ماسك الدكتور محمود ابو زيد ربنا يديه الصحه، وهو متعاقد يعني مع برضه الريسيرش والديفلوبمنت في يعني هنا المملكه العربيه السعوديه من زمان مع برنس سلطان رحمه الله عليه انستيتيوت. فنجد ان هم يعني لما بيجي نقيم الووتر ديماند كارنتلي بلاقي ان انا معدي ال 37 بليون كيوبيك متر، يعني 2024 يعني. لكن هو بيقول متوقع انه يوصل لل 50 في طبعا بعد كده لبعد 5 سنين وبعد 6 سنين. لو بصيت الكلام ده جاي منين؟ الكلام ده جاي من الجلف كوبريشن كونسل، السورس بتاعه حاجه اسمها نيتشر. الحقيقه نيتشر ده موقع ممتاز جدا، هو تكتب نيتشر كده دوت كوم يطلع لك كل حاجه. ان بيقول ان الخط الاحمر ده الفوركاستنج اللي هو عند 2040 انا اوصل لل 50 بليون كيوبيك متر. طبعا ده معدل عالي جدا. لو بصيت كده عند 24 الاقي ان هو 24 يدي لك 38 39. طب لو بصيت كده يعني معنى ذلك ان الاتجاه دلوقتي في استهلاكات المياه ان انا انزل مش هزيد. فالكيرف طالع الحقيقه، الكيرف طالع حتى الان. لو بصيت كيرف برضه هو نفس الكيرف بس هو جايبه ايه؟ محطات الار او، محطات الام اس اف، محطات الام اي دي. طبعا انا بقارن الكلام دوت لو نوعيه المحطات اللي بتنتج الميه المالحه. فلاقي ان الار او بقت عاليه جدا دلوقتي، الار او وصلت حوالي 50 مليون متر مكعب في اليوم، 50 مليون متر مكعب في اليوم. شوف يبقى اذا انا بتكلم على دول الخليج يا جماعه، فبتكلم هنا جي سي سي، يبقى بتكلم هنا 50 مليون متر مكعب. الام اس اف نزلت بقت 18، الام دي بقت 8. ليه؟ ان هم بيغيروا التكنولوجي من محطه. انا شفت المحطه الجوبيل عمل لها شط اوف، يعني المحافظ كان ساعتها الاس تي سي سي سلاين ووتر كونفرجن اوبريشن في 2023 مايو، لا ربي كان اكتوبر، وعمل شط اوف للام اس اف ودخل على طول سايكرونايزيشن للريفرس اسموزس ديسالينيشن بلانت. الام اس اف لو بصينا للثيرمال، طبعا الميني الكتريكال قلنا حوالي 3.5 كيلو وات اور بير كيو، مش ايكويفالنت كيلو وات. لو جينا بصينا على الار او في البراكش ووتر حوالي 1.2 لو استخدمت السولار بانل. لكن لو ار او في السي ووتر حوالي 3، وده اللي انا بقول لك عليه بقى 2.2 او 3، يعني مش 1.7 لا هو 2.2. ليه؟ لو انا بقى محطه زي محطه نيوم او دوبل اللي هي ماتيتو كوميشننج حاليا سولار بانل بي في بحوالي 1.4. لو بصيت بقى على موضوع الويست تو انرجي مهمه، وهندرس بعد كده الويست تو انرجي نشوف ايه القصه فيه ايه. في النهايه بلاقي ان الام اس اف اعلى حاجه، البامبنج ستيشن مثلا برضو بتستهلك حوالي 14، واخد بالك كيلو جرام، وده عالي جدا. ولاقي ان الار او فيها هاي بريشر بامب بتستهلك عاليه جدا. برضو هنا الالكتريكال انرجي في الديسالينيشن موسد، يبقى لو استخدمت هنا الاقي ان انا الثيرمال انرجي مش موجوده في الار او نان، ولا الميكانيكال فيبر كومبريشن اللي هي الام سي ام في سي يسموه ميكانيكال فيبر كومبريشن. كنا خدنا احنا ويبينار قبل كده عن طرق الديسالينيشن 11 طريقه. يبقى في النهايه هنا بقول ايه؟ ان انا هنا اقدر اعمل سبيسيفيك انرجي كونسامشن في حدود ال 3.5، وبالتالي يبقى في انرجي افشنسي. اما في حدود السي ووتر ان انا انزل بيها للاثنين او ال 1.8 باستخدام السولار انرجي، يبقى الكيرف بتاع الووتر ريكفري بالنسبه لك والووتر كوست، وبالتالي انا عاوز هنا اعمل براين تكنولوجي. وعشان كده ده مدخل البراين تكنولوجي، احنا هنا الديسالينيشن البراين تكنولوجي ايه. طبعا عشان شوف معدلات هنا اللي هي خاصه بالانتاج الديسالينيشن كاباسيتيز مثلا 45، طبعا قلنا بالبليون من مليون كيوبيك متر بير داي، فلاقي ان احنا بنتكلم مثلا 45 في اوروبا هنا واخد بالك، اما بنتكلم مثلا في ميدل ايست او افريقيا هنلاقي حوالي 1373.
نفس برضو الموضوع بس كبرسنتج للار او، وهنا طبعا بيديك ان هو واضح ان الفي في ار او وصل 32%. التكنيك بتاع ده موقع اسمه الام دي بي اي، الموقع ده مهم جدا، ام دي بي اي، بيديك ان الفي في او السولار بانلز 32% ار او، الويند 19 والاي دي حوالي 6%، اما السولار ام اس 6%. طبعا كل الستاديز دي الغرض منها الانرجي راشوناليزيشن، وده مبدا من مبادئ الاسلام الترشيد. يقول لك ولا تسرفوا، ولا تسرفوا، هم بيقول لك الراشوناليزيشن هو اصلا موجود عندنا في القران، اللي يدرس قران هيدرس كل حاجه، زي ما قلنا ناسا بتقول لك ايفيدنس فور يعني ايه ووتر بوليوشن، ما هو موجود في صوره الروح. طيب في النهايه اللايف سايكل امباكت من تاسيس من ده اللي احنا بنقول عليها، لازم ان انت تطبق ده برنامج الحقيقه يعني تعلمناه من السنه اللي فاتت، هو بيسموه سيما برو، وده بيحسب لك حاجه برنامج هولندي وبيحسب لك اللايف سايكل امباكت اسيسمنت، وانت لو حسبت الكلام دوت في الابلكيشن بتاعك يبقى انت وصلت لموضوع انك انت اوثورايزد. والنهارده كان في جرين اكريديتيشن، يعني ما ينفعش اعمل مشروع لما اخد الموافقه عليه من الجرين اكريديتيشن، زي المباني الخضراء يعني لما عملوا ليد دي عباره ان انا لازم اعتمد المبنى هل هو ليد ولا لا. هنا الام دي بي اي بيوري لك الانبوت والاوتبوت بتاع البري وتريتمنت والديسالينيشن والبوست والويست اللي بيطلع والبراين والجرين هاوس جازز والبروديوسد ووتر. برضو هنا منظومه مش عاوز اخش فيها اللي هي يقصد بيها الايكو سيستم والهيومن هيلث، تاثير على والكلايمت تشينج اللي هو خاص بالانبعاثات الكربون، والريسورسز بتاع الانرجي، يعني مثلا الانرجي جايه منين، هل هي مينرال اكستراكشن، هل هي من اويل، هل هي رينيوبل. فده كله عشان تحسب اللايف سايكل امباكت اسسمنت، لايف سايكل امباكت اسسمنت. هنا برضو يوري لك الريزلتس اللي طالعه من البرنامج، ويحدد لك بقى الاوزون قد ايه، والووتر يوز كان ايه، والكربون دايوكسيد ايه، والتاثير على الارض قد ايه، الناتشورال وعلى المارين، وعلى المارين مش ترمي ريجكت وخلاص، وعلى الهيومن هيلث قد ايه، وبالتالي يحدد لك كل الايه الدامج اللي هي الكاتيجوري، يعني الدامج فاكتور مدى التاثير. ده اللي هو التكنيك الجديد في تصميم المحطات قبل ما انت تنتج الابلكيشن. وهنا بيوري لك برضو ام دي بي اي، هو ده السورس بتاع الورقه ديت، اللي هيومن هيلث يعني تاثير على دي، معدلات البرامج دي عشان يقيس مدى التاثير على الصحه العامه. فنجد ان الام اس اف اخطر حاجه تاثير على الصحه العامه. الايكونوميكال اسبيكت برضو التاثير قد ايه، قال لك ان الام اس الكوست بتاعتها عاليه جدا، يعني هنا بيقول لك ان 2 مليون يو اس دولار يعني ايه لكل مليون لتر، يعني تكلفه عاليه جدا، واخد بالك، يعني انت بتصرف 2 مليون دولار لكل مليون لتر. الاوبريشن تكلفه الاوبريشن ان الار او 0.2 لك هتلاقي مثلا في الام اس اف 0.1 دولار، فبينما تجد في الام اي دي 0.06 مليون لكل مليون لتر بير داي. دي طبعا التكلفه الاقتصاديه اللي هي الاو اند ام، تكلفه الاوبكس اللي هي الاوبريشن اكسبنشن مهمه جدا، وتكلفه الخاصه بالكوست بتاع اللي هي اللايف سايكل والكوست اوف اونر شيب. هنا برضو ده الكابكس، اهو بوري لك الكابكس، ان انت عندك في الكونستراكشن وصل 70%، بينما تجد في مرحله الثيرمال بلانتس، واخد بالك، قصدي في الار او ينزل 60%. دي مهم قوي الموضوع اللي هو بيستخدم البروجكت مانجمنت ان هو يحسب الكابكس والاوبكس. الكونكلوجن هنلاقي ان الام اس اف لازم تنزلها بار او، وان الار او هي لو يعني كاربون برودكشن، وبالتالي الار او مور يعني انفيرومنتال يعني ميتيجيشن او يعني لوور امباكت اون انفايرمنت. وطبعا الار او طبعا انتشرت بهذا السبب، ويا حبذا لو كان السورس بتاع الانرجي سولار او ويند او تايد، زي ما اللي هو الثلاث انواع من الكونكلوجن. برضو ان الديس ادفانتجز هنا ان هو الناس ما بتبصش على تاثير البيئي للمريض او التاثير الخاص بالصحه العامه للانسان، زي الانبعاثات الحراريه وانبعاثات الغازات وتاثير الامراض. طيب ايه هو التكنيك المستخدم في البراين بقى؟
قبل ما نقول ان البراين تكنولوجي، انا هشيل البراين ازاي، مش كل حاجه بقى ايفابوريشن وديستشارج سي، لا ادرس الزي ال دي. كل واحد يقول لك زي ال دي زي ال دي، وهو مش زي دي ولا حاجه. لما دخلنا فيها بعمق لقينا الموضوع هو عباره ثيوريتيكال، ما فيش زيرو ليكويد ديستشارج. This is theoretical approach. Let us go to the more practical approach, which is MLD. الحقيقة ليه MLD؟ لأن لما كي تحسب اللايف سايكل هتلاقي ان انت الانتاج حتى لو خدت مينرالز من البراين وموضوع الريكفري وموضوع السورس بتاع السي ووتر والريكفري العالي ده مهم جدا، وخصوصا في المناطق على البحر الأحمر اللي هو تي دي اس بقى اعلى من البحر المتوسط الميديتيريان سي. لا لو هو استخدم بقى في علاج مثلا موضوع الفيبر كومبريشن او الكريستاليزيشن، يقدر ان هو يعالج البراين بطريقه اكتر يعني افكتيف او تاثير عن الايفابوريشن، لان الايفابوريشن عاوزه مساحات كبيره جدا، وفي النهايه بتتبخر الميه، وتبخير الميه الحقيقه على السيرفس اريا طبعا، انت مثلا مناطق زي شرم الشيخ ومناطق زي طابة ومناطق زي أم الرشراش ومناطق زي العقبة وطبعا حقل والوجه وضبة ونيوم والشيخ حميد، كل دي تم التأثير المنظومة البيئية عليها ان انت ما يحصلش تبخير للمية. زيرو ليكويد ديستشارج الحقيقة هو عبارة عن سيريز، ممكن استخدم ممبرين فلتريشن واستخدم ريفرس سموز، ممكن استخدم ايفابوريشن زي ما قلنا نعمل كريستاليزيشن، والغرض منه ان انا اعمل كونسنتريشن وافصل الميه عن السولت، وبعدين اخد السولت واخد منه مينرالز. برضو ممكن نقول ان البروسس هي تعتمد على انك انت بتعمل كلاسيفيكيشن للسسبندد والسولت سولتس اللي هي الجزء اللي هي العوالق والذايب، وتشوف الووتر تريتمنت سايكل. هنا الحقيقه يعني هو مستخدم البراين كونسنتريتور، وعمل بعد البراين كونسنتريتور عمل اللي هو الريسيركيليشن، والحقيقه ممكن تستخدم كمان اللي هو هيت ريكفري، يعني تستخدم ان انت تستخدم ان هو في الهيت ريكفري. هنا بيستخدم الطريقه التراديشنال اللي هي الكوندنسيشن او اللي بنسميها السيبريشن، والحقيقه دي يعني تعتبر زي ال دي. دي الحقيقه دي سنغافوره يعني سنغافور، ده اكزامبل للكولد لايم سوفتنينج. زيرو ليكويد ديستشارج لو قارناها هنلاقي كابيتال اوبريتنج كوست عاليه جدا الحقيقه. يبقى اذا ده من ضمن الايه المشاكل. ليه؟ هاي كيميكال كوست عاليه جدا، انرجي كوست عالي جدا، فبتاثر على البيئه. يبقى اذا موضوع السولت ريكفري هنا هو بروميسنج بس انت لازم تبص على التاثير البيئي من الاستهلاكات الكيميائيه. طبعا في النهايه نقدر نقول ان التيبيكال زي ال دي سيستم ممكن يكون داخل فيه فيزيكال، ممكن داخل كيميكال، ممكن تدخل برضه بيولوجيك، وممكن تستخدم في الثيرمال، ممكن تستخدم في الكوندنسيشن، ممكن تستخدم في كريستاليزيشن. ولكن في النهايه عشان تعمل سيفنج للكوست النتيجه الهاي اوبريشن كوست للكيميكال وللطاقه المستخدمه في الزي ال دي، هو الحقيقه انت ما انتجتش ميه يعني رجيع او ميه ريجكت قليله، ولكن في النهايه استهلكت طاقه عاليه جدا واستهلكت كيماويات عاليه جدا. فالنهارده بنفيتس بتاعتك يعني لازم تقارن. ففي درايفرز الحقيقه لموضوع الهاي كوست بتاع الديسبوزال والبابليك انفايرمنتال تاثير والكومبلاينس مع المواصفات البيئيه في رمي الريجكت على سواحل البحر الاحمر وتاثير البيئه البحريه، تاثير اللي على الفاونا وعلى الفلورا، وايضا التاثير على الهواء. هنا بيوريك موضوع المينرال اكستراكشن يعني، وده حصل في مصر وموجود في السعودية وموجود في الفيوم في بحيرة قارون بقاله أكتر من 60 عام مصنع أميسال. وهنا برضو التكنيك الجديد إن هو يستخدم هنا أحد يعني الريسايكلينج، ده موجود في ألمانيا وبيستخدم البيولوجيكال مع الار او، وبيعمل حاجة اسمها ستيم ستريبينج واخد بالك للبخار عشان يوصل للزي اللي دي. موضوع في الاستخدام السكيلينج بتاع الممبرين الزيرو ليكويد تشارج، ان انا اخد نانو فلتريشن واخد بالك، ان انا اقدر اعمل ريكفري عالي، وبالتالي اقدر اوصل ل ان انا اعمل اكستراكشن للسولتس او التي دي اس اللي موجوده. في النهايه الزيرو ليكويد تشارج كبري تريتمنت او ممبرين فلتريشن او ايفابوريشن كريستاليزيشن
سوليد ريكفري، دي كلها منظومه مرتبطه ببعض، هي انرجي كونسامشن. برضو موضوع الكوندنسيشن، استخدام الممبرين فلتريشن، واستخدام الكريستاليزيشن التبلور لبلورات الملح عشان تفصل من الميه، او استخدام التبخير ايفابوريشن. في تكنيك ان انا احول النانو بارتكلز، وبالتالي يحصل موضوع السيباريشن، وبالتالي يحصل تخفيض لمساحه الايفابوريشن بوندز. طبعا هنا ممكن استخدم برضو الار او واستخدم الايفابوريشن الاثنين مع بعض، وفي النهايه بدا في مثلا في السايكل بتاع الزي ال دي. ممكن هنا استخدم برضو في موضوع ان انا استخدم نيوتراليزيشن واعمل سيديمنتيشن، وبعدين اعمل ايفابوريشن، وبعدين اعمل هنا سولت اكستراكشن. طيب الويست تو انرجي، ازاي نحول الويست تو انرجي؟ زي المحطه اللي باينه قدامنا ديت في فيينا، طبعا مكتب هنا الاي ال اف، احد المكاتب يعني الواحد اشتغل معاهم. اللي المكتب هنا يعني بيقول ايه؟ بيقول ان هو يقدر يعمل هذه المحطه بتوليد ان هو يحرق السوليد ويست. طب في النهايه الكربون دايوكسيد اخباره ايه؟ ما انت انتجت طاقه، بس الطاقه دي اثرت على البيئه ولا لا؟ وزي كده ده كان المقدمه بتاعتي، سستينابل كلين انرجي. سستينابل كلين انرجي ذا تو بيلرز فور ويست تو انرجي. طبعا الويست انرجي معروف من زمان جدا، من ضمنه البايو ماث برودكشن، انتج في الجبل الاصفر، وانتج في يعني المنصورة، وانتج في احد المشاريع برضو في احد الجهات زي القوات المسلحة، وموضوع على السكيل الصغير في القرى حاليا في مصر بينتج البايو جاز. ولكن اخبار الميثان ايه؟ 82 مرة انبعاث حراري من ثاني اكسيد الكربون. يبقى لازم ابص ايكولوجيكال الكوست، لازم ابص انفيرومنتالي، وفي النهاية اللاند فيلينج، هل اقارن اللاند فيلينج مع طبعا دي اللي نسميها اللايف اسيسمنت سايكل اللي انا قلت عليها، وتاثيرها على البابليك هيلث. برضو مهم جدا الانرجي جينيريشن، هل الانرجي جينيريشن اللي هي منتجه من موضوع الزي ال دي، او مثلا استهلكت في انتاج الزي ال دي؟ طب انا لو انا عملت جوه المحطه ويست تو انرجي، النهارده يعني كنا مع احد الشركات بايندر بيقول ان هو في المانيا وصل 100%، يعني احنا بنقول في مصر وصلنا 37% او هولندا 45%، النهارده المانيا بيقول 100% برودكشن، يعني الانرجي اللي بتنتج من البايو جاز يقدر ان هو يكفي الطاقه بتاع محطه المعالجه بنسبه 100%، ما احتاجش حاجه من ناشونال جريد. هنا التكنيك بتاع تحويل السوليد ويست والريزيديوال وانتاج الهيت طبعا انا بمشي ليه بسرعه، الحاجات دي انتوا كلهم عارفينها، بس انا بحطها يعني من باب الذكرى. يعني الويست بروسيسر، عن سواء كان بتنتج كهرباء او بتنتج غاز ميثان. طبعا هنا برضو موضوع السايكل، ان انت عندك تقريبا موضوع استهلاك الوقود مهم جدا في موضوع الجينيريشن، لانك انت عشان تعمل احتراق مهم جدا. حتى الانيروبيك دايجست، موضوع ان انا احط الويست اللي 21 يوم جوه الانيروبيك دايجستور، وفي النهايه انتاج الالكتريستي، واربطها مع الناشونال جريد، اعمل كو جينيريشن ادخل دي واستخدم الانيروبيك دايجستور والتكنيك بتاعه من زمان جدا، بقى له اكتر من 200 سنه الحقيقه، وكان موجود في اكبر يعني قرى مدينه الفيوم، ان هو استخدم زمان من 200 سنه في ياخد روث البهائم الله يكرمكم ويعمل له طمر كومبوزيتنج، وبعد ما يعمل له كومبوزيتنج يطلع منه الايه البايو جاز، وبعدين لا ان هو بينفجر، فقال لك يبقى معنى ذلك ان ده ايه نقدر نستخدمه ونحرقه، او نولد بيه غاز بوتان، او ان نولد بيه للاحتراق في الاستخدامات المنزليه. فبيقول ان 3 مليون طن جنريتد بير داي، ده حاجه كبيره جدا يعني الجاربج السوليد ويست الجاربج الله يكرمك، 3 مليون طن بير داي من الزبالة الله يعزكم. طيب في النهاية يبقى الويست تو انرجي، يبقى اذا تقييمه ايه؟ مضر للبيئة. يبقى معنى ذلك ان انا بقول في حاجة اسمها اللينير ايكونومي وسيركل ايكونومي، كل الناس يقعد كده يقول لك ايه خلينا في السيركل ايكونومي. طب ايه يا عم السيركل ايكونومي وايه اللينير ايكونومي؟ يبقى معنى ذلك انك انت التدوير بتاع الووتر والويست
مهم جدا ان انت تشوف البادجت وتشوف الكوست والاوبكس والكابكس والتاثير على السويل والووتر والتلوث. يبقى ده طبعا اللي انا قلت لك عليه، ان طن الميثان بيأثر تاثير من انتاجه من الويست تو انرجي 84 مره للكربون دايوكسيد، وبالتالي بيسميه ذا موست جي دبليو بي او جلوبال وورمنج بوتنشال هو الميثان. ماشي. طيب يبقى معنى ذلك ان الويست تو انرجي عشان تبقى سيف يبقى لازم ابص على موضوع الريسايكل ده، لازم ابص عليه، مش ان انا انتج بايو جاز والبايو جاز احرقه وخلاص. انا زرت محطه في مع شركه المانيه بسبا في محطه اسمها محطه معالجه الصرف الصحي بالعوير في منطقه دبي من حوالي يمكن 10 سنين، لقيت ان هو بيحرق ال، طب انت بتنتج عامل انارويك دايجستور بقاله 30 سنه وفي النهايه بتحرق البايو جاز، انت عملت ايه؟ طبعا الويست تو انرجي كمنظومه اللي هي بيسموها السستينابيلتي على مستوى حاجه اسمها الانتجريتد هاب اللي هي الميونسيبال في استخداماتها في الانشطه المنزليه والصناعيه التجاريه. طب ايه بقى اذا لازم ادرس التاثير الاقتصادي التاثير الصحي ليه؟ لانك انت عندك نيجاتيف. نيجاتيف ليه؟ لان انت بتعمل ميثان. طيب ونيجاتيف ليه؟ عندك كربون دايوكسيد. طيب وبعد كده التاثير الاقتصادي اللي هو انت بتقلل تكلفه اللاند فيل. ماشي. طيب الانرجي بتولد كهرباء، فتعمل بقى اللايف سايكل كوست وتشوف الانرجي اللي جايه من الديسالينيشن بلانت او الانرجي اللي جايه من محطات الووتر تريتمنت، وتقارن مع البينيفيشال يوز، وتقارن مع موضوع الايه الناتشورال ريسورس، هل انت استخدمت طاقه من البترول ولا الغاز ولا الفحم. طيب ايه هي التطبيقات في خلال العشر دقائق القادمه؟ ايه هي التطبيقات اللي ممكن نستخدمها في موضوع البراين تريتمنت تكنولوجي او معالجه المياه الناتجه عن الرجيع من عمليه الديسالينيشن او التحليه؟ طبعا احنا عندنا حوالي 17000 محطه في 155 دلوقتي، يعني وصلت ان انا بخدم اكتر من 300 وكام، حوالي 380 مليون دلوقتي. طبعا الاحصائيات دي بتبقى عند سنه معينه، لكن انت عشان تحسب الاحصائيه اللي بعديها لازم تعمل احصائيه، فلازم معهد يقوم وحد يمول يعمل احصائيه عالميه، وكل مركز معلومات اي دي اس سي انفورميشن ديستيشن سبورت سنتر يدي للاستاتستيكال سورس، لان انت عندك 157 دوله، 157 دوله داخله في البانل دي، فبالتالي لازم انت تاخد منه. فالنهارده بقول 17000 ل 300، لا ده 400 مليون، يعني 400 مليون شخص من الديسالينيشن بيشرب ميه او بيستخدم ميه. الووتر سورس الحقيقه ككيلو وات، ان انا لو ميه سطحيه زي المياه اللي موجوده عندنا في نهر دي ربنا حبانا بستغلب 0.3 اقل استهلاك للطاقه. ليه؟ كواجيوليشن، سيديمنتيشن، فلتريشن، سيباريشن، ديس انفكشن وخلاص. لكن لما اتكلم على الجراوند ووتر اعلى، لان انت لما تطلع الميه عاوز ايه؟ فيرتيكال تيرباين بامب، يبقى 0.48. الويست ووتر محطات المعالجه بتستهلك 0.87 كيلو وات للمتر مكعب. الحقيقه احنا قسنا 14 محطه معالجه خلال يعني سنتين، لقيناها ان هي من 0.9 ل 1.3، فده ثيوريتيكال. الريوز 2.5. السي ووتر بقى لقيناها 3.5 4، اعلى حاجه 8.5 زي الام اس اف. يبقى اذا تعرف ان السيرفس ووتر 0.4، الجراوند ووتر تقريبا 0.5، الويست ووتر تريتمنت 1 كيلو وات كل متر مكعب، الووتر ريوز حوالي 2 كيلو وات كل متر مكعب، السي ووتر 3 ل 3.5 كيلو وات كل متر مكعب. التشالنجينج ايه يا جماعه؟ التشالنج انا عايز اقلل الطاقه ديت. طيب يبقى اذا معنى ذلك ايه البراين اللي انا التكنيك اللي استخدمه؟ وفصل الموضوع المعادن، المعادن اللي موجوده في الاملاح دي ليها قيمه مهمه جدا، ومدى تاثير التوكسيك ماتيريال على البراين اللي بيرمى على البيئه البحريه واللي بيرمى على شواطئ البحر الاحمر سواء الساحل الشرقي او الساحل الغربي. واخد بالك؟ دي اكبر مشكله في البيئه. تاني حاجه ان انا ابص على موضوع ازاي احول السولت او ان انا استخلص الاملاح الهامه من السوليوشن. فازاي ان انا احصل على الاناليسيس بتاع البوتنشال بروديوسنج للموست كريتيكال سولتس
عشان اصدرها. يعني مثلا اديك مثال الصوديوم هيدروكسيد ال NaOH ماشي. طبعا الصوديوم هيدروكسيد انا استخدمه بقى في البري تريتمنت بدل الكلورين والحاجات دي، يبقى استخدمه في السي ووتر. طيب انا انتج بقى ال NaOH مثلا عندنا في الفيوم الديترجنتس اللي هي لاريال وبيصدروا للانتاج المنجنيز. لازم ابص على كل الكلام ده في التشالنجينج، ابص كمان على اللوكال انفايرمنت اللي موجوده عندي ان موضوع الانرجي، وابص كمان على الهاي بريشر براين اللي هو بيستخدم طاقه عاليه جدا، لانه كل ما بتزيد التي دي اس كل ما البريشر بيعلى عندك جدا، وبالتالي لازم استخدم موضوع البريشر ريكفري وموضوع الهيت اكسشينجرز اللي موجود في بعض الابلكيشن عشان اقلل الكوست بتاع الانرجي 30%. ولو بصينا لاحد محطات السي ووتر اللي هي طبعا دي ار او، هتلاقي التحليل بتاع التي دي اس كالسيوم ماجنيزيوم صوديوم بوتاسيوم طبعا كلورايد الاس او 4 اللي هي سلفيتس والاتش سي او 3 الكلوريدات، يعتقد ان كل التحاليل دي تديك مينرالز ليه قيمه. ومصر دلوقتي ابتدت تتجه ان هي تفصل الكلام بتاع البراين وتنتج المنجنيز والكالسيوم والكبريتيت، وطبعا ان انا الكوستيك صودا من ضمن البرودكشن الموجوده بلاك، او الصودا اش. طبعا صودا اش والكوستيك صودا ليها تكلفه عاليه جدا، فبالتالي اقدر احصل عليها. وطبعا النهارده نقدر نقول برضو موضوع ان انا اللايم، وطبعا نقدر نقول ان موضوع السيبريشن بتاع السولتس اصبح لي للبراين اصبح لي قيمه اقتصاديه في اللايف سايكل كوست. هنا برضو بعض التكنيك ان هو بيستخدم الجزء بتاع الممبرين في علاج البراين، بينما اللي فوق لو تستخدم هنا على موضوع الار او بيستخدموه مره تانية في ريسورس ريكفري. وطبعا الريسورس ريكفري هنا محتاج ان هو يعمل الباك بريشر. هنا برضو مدي لك التايب اوف ابسوربشن الخاص بالتكنيكس، وطبعا مهم جدا انت تعرف ان هو بيوصل الميه بتبقى درجه حرارتها عاليه اللي هي بنسميها السي ووتر ار او براين، بتبقى درجه حرارته عاليه. فبالتالي موضوع الديستليشن ان انا اقدر اخفض درجات الحراره واعمل كول بري تريتمنت. هنا احد برضو التكنيكس البري تريتمنت ان انا اطلع اليورانيوم رينانيوم ريسورس ريكفري، طبعا بيسموها اميديد اوكسمايت. الحقيقه بنقدر نطلع من البراين اليورانيوم، طبعا دي تكنيك يعني الحقيقه يعني يمكن محطه او اثنين اللي بتستخدم البراين مايننج. ده طبعا حاجه اسمها البراين مايننج، وطبعا دوت غالي جدا يعني سواء كان اليورانيوم ده من اغلى الحاجات، واخد بالك اللي موجوده في التكنيك. ممكن استخدم بقى الزي ال دي اعمل براين كونسنتريشن، لسه كنا قلنا كريستلايزيشن ايفابوريشن ده تكنيك. التكنيك الثاني ان اعمل براين كونسنتريشن واعمل سكند فيز قصدي سكند ستيج للار او ماشي. ممكن استخدم برضو ايفابوريشن بوند لو عندي مساحات عاليه. ادفانسد ايفابوريتر الحقيقه ده احد اللي شفناه الحقيقه بيعمل كريستلايزيشن وبيعلي الماكسيمم، طبعا مهم جدا، وده يعتبر تكنيك ام ال دي، يعتبر مينيمال ليكويد ديسشارج. هو ليه مينيمال؟ يعني هو قلل الاستهلاكات بتاعه الايه السايد ستريم والريسايكل. هنا برضو بيوري لك ان ممكن تستخدم الايفابوريشن كريستلايزيشن تعمل اللي انا قلت لك عليها السبرينج والدراينج او الممبرين ديستليشن، خصوصا الممبرين ديستليشن. وممكن تستخدم مع الكريستلايزيشن في موضوع اللي ايه البلوره الخاص بالسولتس. برضو هنا ده زيرو ليكويد ديسشارج مع ويست ووتر. الحقيقه هنا مطلع سولتس بس الحقيقه التكنيك هو مستخدم للكيميكال ريوز، ولكن مستخدم في الويست ووتر ريكفري. هنا برضو موضوع اللي هو خاص بيه اللي هو بيستخدم بقى الالكتريكال، يعني انا اقدر اعمل سيبريشن حسب اللي هو بيسموه الكاثوديك. وطبعا النهارده ان انت تعمل الاملاح النيجاتيف تروح للبوزيتيف، والاملاح البوزيتيف تشارج تروح للنيجاتيف،
وبعدين اعمل الكولد تريتمنت واستخدم الثيرمال انرجي، وفي النهايه وصلت للبرايم تريتمنت ان انا اعمل التخلص من كميه البرايم. هنا بيستخدم البري هيتنج للبرايم، وبعدين يستخدم الاير هيتنج، وبعدين يعمل حاجه اسمها ديهوميديفاير يفصل الميه، وبعدين يعمل سولت فلترنج، وبعدين يطلع السولت كريستالز، في النهايه بيحصل على الاملاح. هنا بيستخدم برضو منظومه الديسالينيشن بلانت في رينيوبل انرجي. ممكن يستخدم الرينيوبل انرجي يعمل الايه الريكفري للمحطه، وفي نفس الوقت يعمل تيرباين ان هو يولد يعني جينريشن من خلال موضوع التيرباين. ده احد التكنيك برضو ان هو بيستخدم للبراين كونسنتريشن، وبعدين البراين كريستاليزيشن، وبعدين يستخدم الافيوريشن بوند في الاخر. يعني الاول بيعمل كونسنتريشن للتركيز الملح ويقلل الميه، وبعدين يعمل كريستاليزيشن، وبعدين في الاخر يستخدم التبخير. ده نفس التكنيك برضو، بس هنا عامل ريوز. عامل ايه ريوز؟ انه ياخد من البراين الميه اللي طالعه بعد فصل الاملاح وبلورتها ويرجع الميه دي مره تانية. ده ممكن تسالوا بقى يعني موضوع زي اللي دي والام اللي دي، يعني مش ووتر تريتمنت بس، ويست ووتر برضه. هنا الصوره دي انرجي والليكويد جاز، الليكويد ناتشورال جاز. ممكن استخدم بقى الليكويد ناتشورال جاز بدل اللي ايه الطاقه اللي هي الباور العاديه الكهرباء، واعمل فري ديستليشن واعمل كريستاليزيشن. هنا برضو تكنيك جديد ان انا استخدم الايفابوريتر والكريستاليزيشن واعمل ريسيركيليشن وهيت اكسشينجر، وارجع مره ثانيه الاقي ان السولت ممكن يرجع معايا مره ثانيه، وبالتالي اقدر اعمل اللي هو ما يسمى بالبوست هيت اكسشينجر والبري هيت اكسشينجر. هنا موديول بيستخدم البي في سيل اللي هي رينيوبل انرجي للجازيفيكيشن، والممبرين بيشتغل عليها والبريشر بتاعه، وبالتالي يعمل كريستاليزيشن باستخدام الرينيوبل انرجي. هنا العلاقه بالناتشرال، مثلا ممكن ازرع اشجار المانجروف، اشجار المانجروف تقدر ان هي ناتشرال بتعمل ترانسبيريشن، يبقى اذا دي تخلص من براين، وده موجود الحقيقه شفناه كتير في مصر، يعني ان انا عندنا انتاج كبير جدا من المانجروف تريز، ممكن استخدم التكنيك بتاع المانجروف في استخلاص الاملاح وتبخيرها. هنا محطه بتستخدم ان هو بيعمل اكستراكشن للبريكش ووتر، واخد بالك، وبالتالي يعمل البراين مانجمنت عن طريق ان هو يعمل ما يسمى فيرزل بوست كريستاليزيشن ويز ايفابوريشن. طبعا انوفيشنز كتيره جدا الحقيقه، في اللي هي حاجه اسمها سستينبل اوزماتيك بريشر، البوستنج فريش ووتر ريكفري، في حاجه اسمها ليميت براين ويست، في تكنيك طلع جديده جدا، في بروتكت ان هو يستخدم اليو اف مع الاو ان جي انه يعمل بوستنج سيراميك الترا فلتريشن، برضه يستخدم حاجه اسمها لو فوليوم براين باي كريستاليزيشن سيبريشن فوليومتريك ريشيو، بيقلل الزيرو ليكويد شارج، ممكن تبقى لور في الار او، تبقى افكتيف قوي الام ال دي ان انا استخدمها مع الار او او الادفانسد ار او. طب اخر حاجه هنختم بيها بسرعه عشان الناس تعبت معانا، استهلاكات الطاقه في البرايم. هنلاقي ان استهلاكات الطاقه زي ما قلنا حسب نوع الام اس اف او الام اي دي اللي هي مالتي افكت ديستليشن، او الميكانيكال فيبر كومبريشن او الكتروليزيس اللي هو الاي دي، او الريفرس سموث، او حاجه بتسمى فورورد اوزماتكس او فورورد اوزماسيس. اوزماسيس يعني هنا يقصد بيها ايه غير الريفرس اوزموزيس، حاجه تكنيك اسمه ايه فورورد اوزماسيس اف او. طبعا الريفرس سموث انت عكس الضغط الاسموزي، لكن لما بتعمل فورورد اوزموسيس يبقى بتعمل فيدنج للبريشر، يبقى اذا بدل ما اعمل الضغط العكسي عشان اعمل السيبريشن عكس اتجاه الضغط الاسموزي وافصل الملح، يعني الميه تعدي العكس، انا لا بعمل فورورد البريشر. طبعا عشان تحسب الكلام ده عشان نسميه توتال الكتريكال ايكويفالنت، بناخد الالكتريكال انرجي مستهلكه زائد الثيرمال انرجي الطاقه الحراريه نضربها في 0.45، في النهايه يدي لك ايه؟ يدي لك اللي هو التوتال الكتريكال ايكويفالنت. لو حسبت التوتال الكتريكال ايكويفالنت يبقى تقدر تعرف في اللايف سايكل بتاعتك. طبعا سواء تستخدم عمليه البري كونسنتريشن او تستخدم الايفابوريشن مع الكريستاليزيشن، مهم قوي دلوقتي استخدام عمليه الكريستاليزيشن، واخد بالك. وطبعا النهارده بنقول ان البيهايند هنا كريستلايز ان هو ان انت الميه ممكن بعلي درجه حرارتها، وبالتالي اعمل موضوع التبخير مع ده. في النهايه لو بصيت على استخدامات نسميها سبيسيفيك انرجي كونسامشن، هنلاقي المالتي ستيج في البراين بقى، ده هنا البراين مش الديسالينيشن، في البراين 3.68
الام اي دي مالتي افكت ديستريشن 2.22 الميكانيكال فيبر كومبريشن 14 شوف عاليه جدا الكترو داياليسيس 6.7 اللي انا بقول لك عليه التكنيك الجديد بقى اللي هو الفورورد اوزماتكس الفورورد اوزموزس 0.4 الفورورد اوزموزس 0.4 الممبرين ديستليشن 2 يبقى اذا هنا لما باجي اتكلم بقى على التوتال ايكويفالنت للكيلو وات اور لكل متر مكعب هلاقي الممبرين ديستليشن بالرغم ان هو الكتريك انرجي 2 لكن التوتال ايكويفالنت 47 بينما لو استخدمت الام اس اف 38 الفورورد اوزموسس بقى 29 اقل حاجه هو الالكترو داياليسيس يعني الالكترو داياليسيس حوالي 6.7 توتال الكتريكال ايكويفالنت كيلو وات في المتر مكعب طبعا هنا السايزنج استخدمنا في حوالي يعني ال 75000 للمالتي ستيج والماكسيمم تي دي اس في البراين وصل شوف بقى في البراين وصل كام 250000 بي بي ام او ملي جرام بير لتر او جرام على كيوبيك متر الانفستمنت كوست عاليه جدا في المالتي ستيج $1,800 للمتر مكعب في اليوم بينما الميكانيكال فيبر كومبريشن 1750 الام اي دي او المالتي افكت ديستليشن 1.3 يبقى في النهايه التكنيك اللي انت تستخدمه لازم تقارن الكوست كارن التكنيك مع الماكسيمم بريشر والماكسيمم انرجي وبعدين تقارن الكيس بتاعتك بتاع الديسشارج وبعدين تشوف حاجه اسمها الباك بريشر اللي هو قلنا الباك بريشر تربين والهيت اكسشينجر وبعدين تشوف الموضوع الستيم اكستراكشن والكوندنسيشن التكثيف وطبعا في الحقيقه يعني ثيرمال داينامكس معقد قوي ولكن في النهايه انا عاوز اوصل ان الام اي دي او الرينج بتاع الانرجي بتاع من 14 19 كيلو وات اور لكل متر مكعب وبالتالي اشوف الكربون دايوكسيد ايميشن اللي احنا حسبناه في الاول وبالتالي بقول ان لو استخدمت باور بلانت بقى مثلا نستخدم على محطات زي الشعيبه اللي هي بتديك طاقه كهربيه من التربين يعني انا هاخد الستيم بتاع الام اس اف وادخل ضغط البخار اللي طالع من البويلرز ادخله على تربينات ادور التربينات فبقول ان الاكسي او 2 تيبيكال ان اوردر 0.4 كيلو جرام لكل كيلو وات ده عالي جدا الكومباين سايكل باور بلانت سي سي بي المحطات بقى بالنسبه للسي او 2 اميشنز بينما في السنجل سايكل باور بلانت محطات الطاقه الكهربائيه 0.6 كيلو جرام سي او 2 لكل كيلو جرام بينما لو شفت بقى السبيسيفيك الوكيتد اميشن للثيرمال اللي هم عملوها شطوا في 11 كيلو جرام سي او 2 لكل متر مكعب يبقى اذا دي اعلى طبعا بالنسبه لموضوع الايه طبعا دي التكنيك اللي موجود هنا اللي بتكلم عليه في التربين او الباك بريشر تربين او بيسموه الكوندنسيشن ستيم تربين كده يا جماعه احنا وصلنا لنهايه الويبينار بالنهار الحقيقه يعني اكتر من 38 يعني ساعه مع الساعتين ونص دول يعني 40 ساعه ولكن في النهايه بنقول ان الدين الاسلامي هو مبدا الطاقه هو مبدا الانفايرمنت هو البيئه النظيفه والاستخدام الاقتصادي هي مقاصد الاسلام وده الاسلاميك الحقيقي الريال اسلاميك وليس الميديا وفي النهايه بنشكر الحقيقه المستمعين على يعني الوقت اللي احنا قضيناه مع بعض وانا بعض التقارير الحقيقه هديها للمهندسه هايدي او المهندسه اسراء ربنا يرجعها بالسلامه ونعمل طبعا اللي عايز يطلع على كل الداتا دي ان داتا كبيره جدا خدت اكتر من 40 ساعه وفي النهايه بنشكركم وبنشكر اكوا انرجي اكسبو تشيرمان انجينير محمد خليفه الحقيقه في التقدم ونتمنى لي ان شاء الله نجاح المؤتمر القادم في عام 2025 بجمهوريه مصر العربيه الحبيبه وبنقول انتبه لكوب 29 اذربيجان وانتبه للسولار انرجي ستورج 15 اكتوبر وانتبه لموضوع الانرجي والجرين هاوس ايميشنز وموضوع اللي هو الجلوبال وورمينج بوتنشال من الميثان ما تبصش للبايو جاز ده الخلاصه يعني الكونكلوجن ما تبصش للبايو جاز اعمل اللايف سايكل امباكت اتعلمها وخش على المواقع اللي انا اديتها لك دي والام دي اي او النيتشر او اليونايتد نيشنز انفايرمنتال بروجرام او اوكسفورد او ماساتشوستس او حتى ان انت تخش على موقع خاص بالبريتش بتروليوم كل دي سورسز اوف انفورميشن افيلبل بالنسبه لك ونشكر الحقيقه المهندسه
يعني هايلي على إدارة المودريشن، والشكر لله سبحانه وتعالى، ونشكركم جميعا على حسن الاستماع، ونلتقي معا بإذن الله في ويبينارات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في النهاية بنشكر الدكتور أحمد الزياء شكرا لحضرتك يا دكتور على وجودك معنا النهاردة، تشرفنا بحضرتك وحصلنا على معلومات مفيدة وقيمة. ونشكر الزملاء الحضور على الاستماع ومتمنين الحصول على أقصى استفادة، وبشكر فريق الإعداد على المجهود الرائع ده. وأخيرا بنجدد الشكر للمهندس محمد خليفة مؤسس منتدى وأكاديمية خبراء تكنولوجيا المياه، وكذلك مؤسس منصة أكوا إنرجي إكسبو الجهة الراعية والمنظمة للويبنار. كنت مع حضراتكم مهندسة هايدي وليد، بإذن الله نلقاكم على خير في الويبنار القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.